بلدنا الجميلة مصر اللي بنتمنى دائما أبدا أن تكون أحسن وأفضل إن شاء الله في المستقبل، وأن يكون مستقبل هذا الوطن على قدر تاريخ مصر الطويل، هذا التاريخ العريق الذي لا يحتاج طبعا إلى الحديث عنه، لأن تاريخ مصر غني عن التعريف وغني عن الحديث. إن شاء الله يكون القادم أفضل بإذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبإيجابية المصريين ومشاركتنا جميعا في كل حدث يمكن أن يرسم ويبني مستقبل أفضل لمصر. وإحنا في أيام طبعا استثنائية، لأنه بيتم الآن وضع الشعب المصري، اختيار موقف وقرار الشعب المصري بشأن الأسس القانونية والإطار القانوني الذي تسير عليه وتبنى عليه كل الأمور في الدولة مستقبلا إن شاء الله من خلال الثلاث أيام على مستوى الداخل أيضا داخل البلاد اللي بتجرى فيها عملية الاستفتاء، فضلا أو بالإضافة إلى كمان تصويت المصريين في الخارج على هذه التعديلات على الدستور المصري. مطلوب منا الإيجابية، دورنا الوطني، دورنا تجاه بلدنا، وواجبنا هو المشاركة. لا نقول لأحد، لا نوجه رأي في اتجاه نعم أو لا، نقول فقط شارك وكن إيجابيا وقول رأيك بمنتهى العقل والمنطق وبما يستقر عليه عقلك وقلبك أنه الأفضل. كل رأي محل احترام وتقدير، طالما هذا الرأي أو ذاك هو نابع من قناعة أي مواطن مصري أو أي مواطنة مصرية أن هذا هو الأفضل لوطنه وأن هذا هو الأفضل لمستقبل مصر، طالما هذا الرأي أو ذاك ليس موجها من أحد، ليس مدفوعا بأهواء أو تيارات معينة أو مبني على أي منافع شخصية لشخص أو آخر أو كيان أو آخر. نتحدث عن مستقبل وطن يجمعنا جميعا، وإحنا مش في تنافس، إحنا بنتكامل وإحنا كلنا جزء من نسيج واحد هو نسيج الشعب المصري ومن كيان وشخصية هذا الوطن. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي الكريم في الأهلي الليلة، هذا الحوار اللي بيتكرر بشكل دوري وأسبوعيا مساء الأحد من كل أسبوع في تمام 7 مساء من توقيت القاهرة اللي نشرف بيه، ونسعد بصحبة ومشاركة الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. مساء الخير وأهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم. محمد، بماذا تود أن تبدأ قبل ما ننتقل لملفات الكرة على مستوى النادي الأهلي وملفات الدولية؟ الاستفتاء. وأنت بتتكلم عن الاستفتاء في نقطة عايزين بس نعرف هنا، لأن بقت في حاجات كتير بتتقال. ما هو أنا لو أنا ما بشاركش في حاجة يبقى أنا ماليش رأي بعد ما يخلص هذا الموضوع، أنا بره. ما بشاركتش يعني أنا بره، يبقى ماليش حق إن أنا أتكلم بعد كده في أي حاجة تانية في هذا الموضوع، خلاص لأن أنا طلعت نفسي بره. عشان بس مفهوم إنك تشارك، إنما مفهوم يقول لك أصل قاطع. يعني إيه قاطع؟ يعني إيه قاطع؟ إحنا كلنا بنقعد عشان دي بلدنا. لما نيجي نتكلم على الاستفتاء ده، لان الموضوع اتقلب كان يعني بصوره غريبه جدا، كان بنتكلم عليه كان في حاجه عايزين نعملها عشان نمشي في اتجاه معين. حاجه الوضع مش كده ابدا. اما نيجي يا محمد نشوف احنا، ما هو لازم ما ننساش من 2011 والفتره دي وفتره 2011 ل 2012 وبعدين 2012 حكم الاخوان ال 13، الفتره دي ايه اللي حصل وكنا رايحين فين وبقينا فين؟ ده موضوع. الموضوع التاني بقى الأهم من ده هو دايما هو مين عايز مين؟ يعني مين اللي عايز مين؟ الناس بتتصور إن ده بيتعمل عشان خاطر الرئيس السيسي. هو مين اللي عايز مين؟ أنا النهاردة على الورق لأول مرة، إحنا كان طول عمرنا بنسمع عن الخطة الخمسية والخطة العشرية والخطة الخمسمية والخطة مش عارف إيه، والحقيقة في خطط منها اتعملت. أيام الرئيس عبد الناصر في خطط اتعملت، وقفت الظروف كانت خارج عن، دخلنا في حروب والكلام ده كله. وبعد ذلك كان كنا دايما بيبقى في كلام انما على الارض ملوش منفوش. لاول مره ان احنا نفاجئ ان على الارض موجود حاجات، في حاجات اتبنى. من ينكر ان في طفره اتعملت؟ عدد احنا بنتكلم على قرب ال 2 تريليون جنيه اتصرف على المشروعات اللي اتعملت. هم يعني هم 2 تريليون الا مليارين ولا حاجه زي كده، يعني انما تقريبا ما يقرب من الرقم. انما هو ده اتصرف، وما حدش يقدر ينكر ده اللي اتعمل. اتعمل في محطات كهرباء، اتعمل في طرق، اتعمل في كباري، اتعمل في مزارع سمك، اتعمل في بنيه، حاجات كتيره بتتعمل دي. يعني 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 النهارده في مشروعات اتعملت ومشروعات بتتعمل للهدف ده، ان انا لغايه ما ببقى في 2022 ابقى انا وصلت لحته معينه. اما يجي مع احترامي للدستور، واحنا بنحترم دايما الدستور وبنعتبر الدستور ده الكلام ده كله، بس اي حاجه طالما احنا اللي بنوضحها قبل، مش عايزين نتكلم بقى ان يعني الكلام دون الدخول في التفاصيل يعني انما بنتكلم في ده، احنا محتاجين نكمل ده. بس الاهم من ده كله عايز اقول لاي حد، بس عشان خاطر احنا علينا زي ما احنا بنتكلم، احنا المفروض نتكامل من يعني احنا حتى لو اختلفنا احنا بنختلف، احنا مش في صراع، احنا عايزين احنا مش في صراع. حتى لو اختلفنا، والاختلاف ده شيء سمة بشرية، لو اختلفنا بنختلف للأصلح وللأفضل، ما يبقاش خلاف لمصالح شخصية.
لازم احنا نبص على الخريطة دلوقتي، لان اللي احنا فيه دلوقتي اصعب من اللي كنا فيه 2011 و2012 و2013. ليه؟ لانك انت فلتت من المقصلة بتاعت الربيع العربي، فلتت من فكرة ان يبقى عندك اقتتال ودم وتاع وكلام ده، واضطرابات امنية وسياسية في محيط مصر في كل المناطق وفي دول الجوار. انا دلوقتي لما تيجي تبص على ببصر سريع ما يحدث في ليبيا، وربنا ينجي ليبيا وشعب ليبيا يا رب. لما ما يحدث في ليبيا شيء رهيب ومرعب، ده على حدودي النهارده السودان، ربنا يعني السودان النهارده في الموجود، يعني اتمنى ان اخواننا السودانيين ان الامور تمشي، بس ما يبقاش في فراغ موجود، وعشان ما تحصلش الفكره اللي حصلت في حته تانية دي. انا حدودي الغربيه وحدودي، احنا بنتكلم ده حدود مصر الطويله دي كلها فيها القلق. اما بنيجي نشوف في الشرق طبعا، لغايه دلوقتي احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الشرق. اذا في حاجات كتيره احنا اللي بنعرفه احنا كمواطنين قليل قوي قوي من التعقيدات بتاع السياسه الدوليه والضغوط اللي بتتعمل، وعمالين نسمع عن صفقات وعمالين نسمع عن حاجات والكلام ده كله. الحمد لله رب العالمين، نقدر نقول ان مصر هي مشكله مصر ايه في مشكله حظنا نتكلم مصر بالنسبه لينا ايه. انت مطلوب منك لا تصلب عودك ولا تقع، ده اللي العالم حضرتك بتقول اللي الغرب عايزه دايما منك دايما. هي مشكلتنا ان انا على حدودي الصهاينه، دوله الصهاينه على حدودي، فانا مطلوب ده حدودي انا. حد يقول لي ايه مثلا بيتكلم ويقول له ماليزيا شفت عملت ايه، فهو مهاتير محمد عملوا حاجه عظيمه، ومهاتير محمد عمل حاجه عظيمه جدا، بس ماليزيا ما عندهمش اسرائيل. اعملوا اقتصاد، اعملوا بالعكس، انت تعمل ده عشان خاطر تضايق الصين وتبقى دي النمور اللي طالعه جديده، وبتعمل يعني في اطار حاجه. انما انت مش حضرتك بتقول ما فيش بعض الدول لا تعاني من فكره وجود موقف دولي من قوى عظمى في العالم لتحجيم قدراتها. العالم كله، كل العالم، الدول الكبيره كلها، اهم حاجه عندنا يقول لك الصالح الدوله الاسرائيليه، خلاص ده وش كده. واللي مش مصدق يشوف، احنا اخر قرارين شفناهم اللي لا حد يقعد كده يقول لك خد الجولان يعني القدس بقت عاصمه. اما نيجي في وسط الكلام ده بنيجي حتى لو انت مش عاجبك حاجات، انزل وشارك وقول لا، اقول الكلام ده كله. انا لما اجي اشوف الحاجات دي كلها واشوف بلدي تتعمل، انا كمواطن مصري انا لما بشوف ده لا، انا باجي انا رحت الاستفتاء، كنت في اول يوم لو ده، ورحت استفتيت وقلت لان ده مصلحه بلدي، مش لحاجه، لازم نبقى مدركين ده بلدنا مصلحتها ايه. احنا فاكرين كنا من فتره كنا بنعمل ايه، احنا مش فاكرين لما بقى 30 يونيو اللي كان علينا ايه. ده 30 يونيو كانت سنه صعبه جدا طبعا، ده انت بعد 30 يونيو كل العالم ضدك. لا وحضرتك قلت كلام محترم ومتزن ومتوازن، حضرتك قلت انا من الشخصيات والكلام على لسان استاذ ابراهيم حجازي التي ذهبت الى التصويت وقالت نعم لانها مع هذا، وانه من الشخصيات التي ترى ان هذا التعديل لصالح مستقبل مصر. في نفس العبارات قال في نفس الوقت استاذ ابراهيم انه بيدعو الجميع للمشاركه والاقبال على المشاركه بايجابيه وفاعليه في هذا الاستفتاء، ومن اجل ابداء الراي الشعبي المصري في هذه التعديلات الدستوريه، وقال بنحترم كل الاراء طالما انها نابعه من النظر الى الافضل لهذا الوطن، واننا لو اختلفنا مش في عداوه ومش في خصومه، احنا كلنا بنبحث عن الافضل لهذا الوطن. ليه قيمه ان انا النهارده ليه ان احنا ننزل 20 25 30 مليون للاستفتاء؟ ليه بننظر لده؟ ليه؟ دي رساله لبره ان احنا شعب، فعارفين احنا اللي هنبني مستقبلنا، احنا حريصين على بلدنا، احنا كشعب مصري. انما لما تيجي الدعوات اللي ما هي المشكله، اللي بيعمل دعوه بيبقى دعوه، اللي اطلق الدعوه الخبيثه دي حد الله اعلم بنوايا ايه. انما المشكله اللي بيصدق وبيعمل من غير ما بيفكر، انا بقول له بس قبل ما تفكر، طب انت لما ما تنزلش هتيجي تتكلم في اي حاجه ليه؟ وانت نزلت انت قلت رايك؟ ما انت لما بتقول رايك في اي اقتراح في اي حته، في نادي، في 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 دوله، في مجلس نواب، في اي حاجه، ده صوتك، انزل قول رايك. لا والحقيقه في مؤشر ايجابي على المواقع وعلى السوشيال ميديا استاذ ابراهيم المره دي، مختلف عن المحافل السياسيه السابقه اللي مرينا بيها. حاله الاستقطاب اقل، والناس بدأ فهمها للاختلاف، وان جزء من طبيعة العمل السياسي في الدول ما بقاش فيه التجاوزات اللي كنا بنشوفها الفترة اللي فاتت، والناس بتقول شاركوا، الكل لازم يشارك، ده يعني الكل اصطلح على هذا الامر، وانه الغالبية طالما قرارها كذا من خلال هذا الاستفتاء يحترم ايا كان القرار اللي هو ده الديمقراطية. يعني بدأت الناس تتعامل بشكل يعني المسألة ده يعني انا شخصيا النهارده لما اشوف كل الجرايد بتاعتنا النهارده، كل الجرايد المصرية طلعت النهارده، والناس اللي موجودة والحشد اللي موجود، عايز اقول اللي ما نزلش امبارح ولا النهارده قدامك بكره تنزل فيه، ده مش لحاجه، ده عشان مصر. انزل قول، مش عايز رأي، قول اللي انت عايز تقوله، بس انزل.
انزل عشان يبقى معروف ان لما مصر بتعمل يبقى احنا بنتنقل. ده دور الشعب المصري وده قرار الشعب المصري موجود، خدت بالك؟ ودي الاراده الشعبيه بتاع الشعب المصري. وبعدين هو اصل احنا بنختلف على ايه؟ ايه اللي اتعمل الكلام ده كله؟ كان زمان يقول لك اصل احنا تاني هنفتح تاني ويجي حد يقعد خمس، ما حدش قال كده. ما مده الرئاسه سنتين معمول. ولما بنقول ان النهارده سنتين او ست سنين، الست سنين الزياده دي او الفتره دي كلها لغايه ما تكمل المشروعات دي، وده حقنا احنا. ده احنا لو كان حتى الرئيس عايز يمشي اقول لا 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 اقعد يا سيدي كمل لنا. حضرتك من الاصوات اللي بتقول انه استكمال برنامج العمل في الدوله في هذه المرحله حتى يكتمل وينجح مرتبط ببقاء رموز النظام الحالي والقيادات الحاليه في الدوله، انه لابد ان تكمل هذه المجموعه بقياده الرئيس. في مشروعات اتعملت وشفناها أجام شايف النص سنة، طب أنا إيه اللي ضمن إن دي هتكمل تاني ولا ما تكمل؟ وأنت عارف إن إحنا سلو بلدنا من أيام الفراعنة، كان يجي فرعون يشيل حتى المسلات اللي مولودة يشيل كبسولة. في ناس بتقول كده يا جماعة، اللي بيجي دايما مع التغيير في المراكز القيادية عايز ينسب كل الشغل الجديد لنفسه وما بيكملش الشغل. أنا مش في حاجة دي، وبعدين في رؤية وخطة موجودة. البعض يختلف، ممكن تبقى في حاجات وجهات نظر فيها ممكن كل حالات. طب هقول لحضرتك وجهة نظر، احنا تعودنا ان نطرح على حضرتك دايما بعض التساؤلات اللي بتعبر عن وجهات نظر مختلفة. في ناس بتقول لماذا نحن لسنا كالدول التي تسير على برنامج عمل او خطة عمل ولا يرتبط بشخص القيادة نفسها؟ يعني ان القيادات لو اتغيرت في سيستم ماشي هنكمل عليه. ارد عليك بقى، احنا ما كانش عندنا بقى اللي 529 سنة لا خطة عمل ولا كان عندنا حاجة. كل المشروعات اللي اتعملت ديت دي مشروعات مؤجلة كانت مفروض تتعمل في 30 40 50 سنه اللي فاتت. انت عندنا اشكاليه في التعليم، والحمد لله ده احنا بدينا بنعمل في مشاكل في التعليم وفي التابلت وفي كده. طبيعي انك بتنقل من تعليم حفظ وتلقين ماشيين عليه بقالنا سنين طويله جدا، بتنقل النقل اللي العالم عليها، طبيعي ان هيبقى في اشكاليات. انما بتتعمل يا اخي، يكفي النهارده ان في التعليم انك انت تدخل في مدارس الحكومه للصف الاول، في كل مدارس الحكومه الثانوي اللي موجوده دخل فيها الانترنت، دي من الوحده مكلفه اكتر من 5 مليار جنيه. ما حدش بص على ده، ما حدش بص على الحاجات اللي بتتعمل. ما دي الحاجات اللي كانت يعني عايزه ايه؟ ده عايزه ست انبياء، كل الانبياء يدعوا لك يزعقوا لك عشان خاطر نقدر نعمل ده. تعال نشوف في الصحه، تعال نشوف اللي اتعمل في الصحه يا اخي. ده في حاجه اتعملت هي اخلاقيه قبل ما تكون اي حاجه، وانسانيه قبل ما تكون حاجه، وده واجب اي حد يعملها. يعني ما حدش يقول لك لا طب يعني ما هو لا بس اتعمل. من الذي كان ينظر النهارده الفيروس اللي كان بياكل اكباد المصريين؟ الفيروس ده اللي هو كان من المستحيل انك انت تقدر تلاقي علاج ليه. انا اصبت بفيروس سي ورحت انجلترا وصرفت قد كده، خدت بالك؟ حضرتك كان لك تجربه عانيت فيها وعانيت وما راحش. ولما اتعملت الدواء الجديد ده انا رحت ولقيت صرح طبي اللي موجود في المنصوره، وعلى فكره بجمعيه خيريه بتاع الدكتور جمال شيحه، عاملين حاجه وعاملين مستشفى ايه لا صوره مصغره من مركز الطب العالمي. فكانوا هناك بيعملوا، كان اخر تجربه بتتعمل على دواء، كان هما ثلاث ادويه جديده اخر تجربه. الدكتور جمال شيحه بكلمه الحقيقه، ربنا يكرمه يعني ويديله الصحه والعافيه، فقال لي تعالى. فانا قلت يعني هروح بقى، هروح مش عارف. المهم كلمني تاني وضغط عليا فكسفت. رحت هناك، كنت بروح كل يوم سبت شربين في المستشفى ده. ايه ده؟ ايه العظمه دي المعموله ده؟ واتعمل اللي هي تجربه الدواء اللي بتعمل عليها دي، باخد الدواء طول الاسبوع وبيتعمل لي تحليل كل اسبوع، الحمد لله خفيت. انا النهارده لما بقى انا حسيت ده، انا عارف، انا شفت بعناية الربا ورحت لتجربه قريه، اول قريه كانت موجوده كان عملوها ثلاث قرى. النهارده بقى عندنا ايه؟ قرى الخاليه من الفيروس. انت متخيل يعني ايه قريه خاليه من الفيروس سي؟ انت متخيل حاجه كان في موت شبح الموت ده في كل بيت؟ انت متخيل لما انت بتقضي عليه؟ انت متخيل الحمله اللي معموله ديت قيمتها ايه؟ ده شيء من 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 وراء الخيال. اليست هذه العداله الاجتماعيه؟ ان الفقير الغلبان اللي في الفلاحين واللي هنا واللي في الصعيد ان يلاقي حد بيعالجه، ده شيء من وراء الخيال. طب ما احنا عايزين نكمل ده ونكمل. في مشروعات بتتعمل على الارض، اللي ينكر دي يبقى جاحد. يعني تاني هكرر السؤال لحضرتك عشان انا عايز اجابه مباشره جدا للساده المشاهدين. حضرتك شايف انه الدوله لا تحتمل حاليا في ظل سير هات العام، قصدي نجاح العمليه العمل اللي بيحصل في مصر، لا يتحمل الان من وجهه نظر حضرتك اي تغييرات جذريه او حاده في القيادات في الدوله؟ انا مش هي مش هي مش تغييريه. الرئيس اللي واخد على عاتقه هذا الموضوع وكان يملك قدر من الشجاعه مش يعني غير منظوره انه يقتحم في حاجات كتيره في وقت واحد. انت بتقتحم بتسلح جيشك، نقلت جيشك من جيش محلي لجيش اقليمي،
خدت بالك النهارده في العشرة الاوائل في العالم بتعمل ده، وفي نفس الوقت ماشي في حاجات كتيره جدا. انا النهارده ما صدقنا يبقى عندنا حاجه، بقى في بركه امل. انا واحد خارج من الدنيا ان في برامج عمل مباشره، يعني اللي في سني انا خارجين، انما ده انما ده اللي انا بتكلم على اللي جاي، ده حق اللي جاي، حق اطفالنا واولادنا. وبعدين ما كانش في اي حاجه، احنا بلد عندنا مشكله ازليه ومحدش بيتكلم فيها ولا حد عايز يتكلم فيها، لا من النخبه ولا اللي بيعارضوا، اللي هي الزياده السكانيه. 2 مليون كل سنه بياكلوا اي تنميه انت بتعملها. اذا ما كناش بنعمل الحاجات دي كلها وبنسرح في ده كله هنعمل ايه؟ اكيد. طيب احنا نصل الى يعني نهايه الجزء ده اللي كان لازم نبدا بيه من منطلق متابعتنا للاحداث كلها وارتباط دائما ابدا النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي بكل الاحداث الرئيسيه اللي بتجري في هذا الوطن، لان هذا الكيان النادي الاهلي المصري كيان كبير ومن الكيانات الكبيره جدا اللي دائما ابدا ما تكون منشغله بهموم هذا الوطن وقضاياه ومشاركه في يعني حل ازماته وتحدياته قدر المستطاع. استاذ ابراهيم رايه انه لابد من المشاركة بإيجابية وبكثرة، وهو مع الطيارات اللي بتنادي بقبول هذه التعديلات والموافقة عليها. وأيضا بنكرر مرة أخرى أستاذ إبراهيم قال ضمن هذه العبارات إنه المشاركة بإيجابية هي الأمر الأهم، وإن هذا هو المعبر عن أن تكون نتائج صناديق الاقتراع معبرة عن إرادة الشعب المصري، وإن كل الآراء محل احترام وتقدير طالما أنها نابعة من التفكير في الأفضل لمصلحة هذا الوطن ولمستقبل هذا الوطن. أستاذ إبراهيم هننتقل إن شاء الله الناس تشارك بإيجابية في الوقت المتبقي من ساعات الاقتراع اليوم لحد التاسعة في بكرة مساء، وبكرة إن شاء الله اليوم بأكمله إن شاء الله نشهد يعني أرقام كبيرة معبرة عن رغبة المصريين في المشاركة في صناعة مستقبل بلدهم إن شاء الله. أستاذ إبراهيم هننتقل للحديث عن قضايا كثيرة جدا، منها محاور بالتنسيق مع حضرتك زميلنا العزيز أعدها، ودي هتكون حصرية لبرنامج الأهلي الليلة والقناة النادي الأهلي في محاور دولية وعالمية أكثر من رائعة أعدها زميلنا العزيز، وطبعا اللي على مستوى عالي جدا من الكفاءة اللي بنشهد له بالكفاءة العالية والتميز عمر البنوبي اللي بنشكره عليها من بداية هذا اللقاء، وحضراتكم هتتابعوها معنا عن الكرة وخريطة الكرة العالمية، وده هنصل إليه بعد قليل، والتطورات في عالم الرياضة والكرة الأوروبية. خلينا نبدأ مع حضراتكم مع مشاهدينا بالنادي الأهلي فريق الكرة، نتائج الرياضة، تصور حضرتك للمرحلة دي وحضرتك شايف الأمور ازاي بعد الأحداث اللي مرينا بيها من حلقتنا في الأسبوع اللي فات وحتى يومنا هذا؟ هو طبعا احنا المنحنى بتاع فريق الكوره واضح انه كان ماشي من سيء لأسوأ، والى نهايه الطامه الكبرى اللي هي النتيجه بتاعت افريقيا 5-0. نعم. ولما جه الماتش الثاني النتيجه، وانا في اليوم ده احنا اذكر في الحلقه ديت انه كنت بقول انا شايف النهارده عوده الوعي لجماهيرنا، لأول مرة الجمهور المصري يعمل زي الجمهور اللي بره ويسقف الفرقة، يعني ما قدرش توصل وطلعت وكلام ده وكل، وده تشجيع للي جاي، ودي نقطة إيجابية مهمة جدا جدا في الموضوع. أنا لما تبقى فرقتي في الكورة مثلا وفي أي مشكلة في الدنيا، لما تبقى في فرقتي بتتعثر وفي مشكلة أنا أقف وراها ما أهلش التراب عليها، تمام؟ ده مش معناه أنا لما أقف وراها إن أنا ده على أساس إن أنا واثق جدا إن هنالك من يصحح الأخطاء. في أخطاء بتبقى خرجت عن الإرادة، وفي أخطاء بتعمل، في أخطاء، في حاجات غلط، أنا على ثقة إن ممكن ده يتعمل وتصلح، بس ما ينفعش إن أنا وأنا في وسط المشوار إن أنا أهد الدنيا على أو أهد المعبد على اللي فيه، ده يعني دي النقطة المهمة، وده اللي عمله جمهور النادي الأهلي. ويمكن في اصوات كتيره جدا بتتكلم ده بتقول ايا كانت الامور علينا ان نصبر ونحن نقف ورا ده، زعلانين من الفرقه وزعلانين من اللعيبه، في سلبيات، لما نحكي على حاجات من السلبيات وده على سبيل التذكره للي هو جاي. يعني احنا لما شفنا الماتش الاخراني اللي هو ماتش الاهلي وبيراميدز، بيراميدز مثلا على سبيل المثال، محمد الشناوي حارس مرمى عارف انه عنده انذارين، هو عارف اكيد، واكيد ان كل اللي قاعدين على الخطوه ده، بس انا بلوم انا اخواننا بقى اللي قاعدين الجهاز الفني، الجهاز الفني والاداري اللي موجود عارفين ان كل لاعب عنده قد ايه، عنده انذارات رصيده من البطاقات، عنده بطاقات قد ايه، واكيد ان اكيد هم بيتكلموا مع اللعيب، ممكن لعيب تعصب وتعمل الكلام ده، انما حاله الشناوي تحديدا ما تستحملش ليه، لان عندنا اشكاليه في الحكايه، اكرامي متعور وفي اشكاليه في الحته دي. انت بقى بتطلع من الجول، طب هو جاي كده محدش قادر يقوم يقول له ارجع، يعني انت من على الخط،
ممكن شايف الاعصاب متوتره والكلام ده عشان ما نخسرش مجهود حارس بكفاءه يعني في اللي جاي يعني هتبقى من كله يعني خدت بالك يعني انا بسال هذه نقاط صغيره اللي بيسموها في علم الاجتماع وفي علم النفس التفاهات الصغرى حاجه صغيره. انا بحيي حضرتك على الكلام ده لانه جالي اكتر من شكوى من اكتر من مشجع اهلاوي امبارح. عدد من المشجعين الاهلاويه كانوا بيتكلموا في ده بيقولوا يا جماعه اذا كان في اي عدم توفيق او اخفاق في مباراه ما نكملش عليه ونزود المشكله بان لاعبينا اصحاب الخبرات خبراتهم الاحترافيه والدوليه نروح ننفلت ونكلم الحكام فنحصل على بطاقات. يعني احنا في غنى عنها عشان ما نخسرش يعني جهود اللاعبين. انا اصلا ما بقدر اتكلم اللاعب اللي مش عارف ان بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي اذا ما كانش عارف القيمه ديت وعارف قيمه الجماهير الكبيره اللي بتشجع هذا النادي اذا ما كانش عارف يمشي صراحه كده يعني عشان خاطر ما ينفعش اللي مش عارف قيمه ده يمشي. لما تيجي تقول لي النهارده الناس في الموقف كلام ده هي الدنيا اولا ما بنهدش الدنيا على حالها لان الاهلي ما زال امامه فرصه انه يحصل على الدوري اذا كسب كل ماتشاته اللي جاي خلاص من غير يعني ده لا في استهانه باحد ولا في يعني لما بنقول كده ما بنستهنش بالمنافسين انما دي حقيقه اكسب ماتشاتك اللي جايه رغم انك خسرت ماتش الماتش اللي فات لكن لسه ومع ذلك اذا كسبت اللي جاي ده خدت بالك تقدر تاخد البطوله. طيب تسألني سؤال هل اللعيبه اللي في النادي الاهلي تقدر تعمل ده؟ انا مندهش من الحاله اللي كانوا اللي هم الحاله اللي بتجي لهم دي اللي سهم الله بينزل عليهم ده ايه ده؟ هي المساله كلها ايه؟ هتيجي الحقيقه دي يقول لي بقى ما نروح الفانيلا الحمراء ضاع مش نروح الفانيلا الحمراء ضاعت ولا راحت ولا جات. انت فينك انت اولا بتلعب كوره اذا ما كنتش بتعرف تلعب عشان تتمتع ما هو انت لو لعبت عشان تتمتع لعيب كوره بتلعب الجيم ده عشان انت تتمتع لانك انت لو اتمتعت هتمتعنا وهتكسب انما لما تبقى نازل ايه ده؟ هو في ايه؟ لا في حاجه غلط في لود عصبي وهو انا بقى اللود عصبي لود عفريت ازرق انتوا النهارده في ايديكوا انتوا المجموعه اللي بقوا ده الكلام اللي بقوله انا من القناه بتاعت النادي الاهلي انتوا في ايديكوا ان كنتوا تصلحوا ده خلاص بقى ننسى الحاجات الصغيره لان في حاجات ساذجه كتير حصلت في الماتش ده انا مش متصور انها تحصل يعني انا افهم ان انا ممكن اخطئ في شيء انما حاجات كتيره ساذجه ما تفعل اتجمعت مع بعضها في الاداء في المباراه دي يعني انا لما يعني انا النهارده الخطا بتاع احمد فتحي ده احمد فتحي بخبرته الكبيره جدا ولاعيب دولي وخبرته ديت قال لا انت معروف ان في 18 الحته دي لما انت في الزاويه لما تخش ال 18 في الزاويه دي لما تبقى الزاويه البعيده بتكلم لحظه احراز هدف بيراميدز اللي هو الهدف اللي ده ده ابسط حاجه ان انا بضغط عشان ما يشوطش وانا ما اخلوش يعدي من ناحيه جوه يعني حتى انا بضغط لو عايز يعدي من ناحيه بره عدي من ببعده عن المرمى ابعده عن الحته دي كون يحصل ده ايه ده؟ كيف يحدث خطا زي ده؟ يعني دي حاجات كتيره ما هي جمعت بقى ما هي دي مع دي مع دي جمعت هي الاخطر كمان في ناس شايفه كده حضرتك يقول لنا متفق ولا مختلف ان في فرص جت للاهلي لان الاهلي قدر يضغط بشكل مقنع جدا بس ما ترجمش الاهداف ال 25 دقيقة الثانية النصف الثاني من الشوط الأول الأهلي عمل بريس هجومي على فريق بيراميدز وكان قاب قوسين أو أدنى أنه يحرز أكثر من هدف في فرص ضاعت بغرابة الناس هذه المشروعات الكبرى أي تغيير مش الدولة إحنا قصدي مصر قول يا جماعة دي مهارات أساسية عند لاعبين أنهم يحرزوا الأهداف من فرص أصعب من دي ده واضح أن أنتوا في تأثير شديد جدا عليكم وعلى تركيزكم في الملعب أو أن أنتوا توتر وضغط المباريات هل ده توتر في حاجة أثرت فنيا هو ده الموجود اللي موجود يقدر ده يصلح يقدر يصلحه أكيد التدخل يقدر يصلح انما ده ازارو هداف الدوري السنه اللي فاتت جايب من العدد الاجوان اللي جابهم اغلبهم ضربات راس ام انا ضيع انا ضربه راس ايه اللي بحطها في الارض دي هنهزر يعني في حاجات كتيره انا النهارده عدم بقى توفيق مره ممكن يبقى عدم توفيق ده خدت بالك الحكايه ان انا الجا فكره ان انا الجا ان انا البس 50 ما ينفعش لازم اطلع كده يعني تمام التدرج ده ممكن في اخطاء ممكن انتوا بقى كلاعيبه انتوا لازم تعرفوا انكم تلعبوا في نادي كبير جدا ولكم جماهير كبيره جدا وان عندكم امكانيات وانتوا عندكم امكانيات كبيره جدا خدت بالك وتعملوا ده اذا ما عملتوش ده يبقى انتوا عليكم ان تتحملوا انتوا النتائج
لان ده في الاخر ده ريكورد في تاريخك انت، ده بيسجل في تاريخك انت. رغم حتى غضب بعض الجماهير، وده انعكس على يعني بعض اعضاء النادي وحديثه عن انه يتمنى يشوف الفريق افضل ونتائجه افضل، بعض الجماهير على المواقع حتى في الاستاد في ملعب مباراه الاهلي وبيراميدز، بعض الناس كانت غير راضيه وكانت في نوع من النقد او الهجوم على اللاعبين، لكن في المجمل يا استاذ ابراهيم بنشوف جماهير على المواقع وعلى السوشيال ميديا بتقول لسه بنأيد الفريق، حتى لو في ازمه فنيه، حتى لو مش موفق، احنا مع الفريق وداعمين للفريق وواثقين ان لاعبينا قادرين انهم يستعيدوا طريقه ادائهم وشخصيه ادائهم في الملعب والنتائج الافضل. اصل لازم ده في المرحله دي. الحساب بقى ازاي وامتى وازاي ويتعمل ده بعدين، بعد ما اعدي المهمه بتاعتي. يعني انا بعد ما اعدي المهمه دي. بس حضرتك مع رؤيه مجلس الاداره انه ما يحصلش تغيير في الجهاز الفني بتاعك؟ انا يعني دي انا عايز اقول في النقط اللي هنا ربما اكون ليا وجهه نظر ثانيه، انما انا عايز اقول في الكوره وفي حاجات كثيره في الحياه وجهات نظر كثيره، يعني ممكن وجهه نظر زي القضيه دي، ناس تقول لا المدرب يمشي وجهه نظر صحيحه، وناس تقول يقعد عشان خاطر يكمل مش عارف وجهه نظر صحيحه، خدت بالك؟ انما في حاجات لا انا ولا انت عارفينها من في تفاصيل كتير، في التفاصيل الدقيقه ما اقدرش انا احكم اقول ده غلط ولا صح فيها الا لما اكون على علم بيها. تمام. النهارده بقى المسؤول النهارده النادي الاهلي مجلس ادارته والمسؤوليه اللي فيه واداره الكوره والمسؤولين هم الاعلم واقدر على هذا الكلام بصرف النظر، انما ده او ده ايا كانت هتنتهي. حتى النهارده افرض ان الاهلي كسب كل ماتشاته وخد الدوري، هل الموضوع هيمر كده ولا هيبقى في حساب على اللي فات ده؟ اكيد اكيد في حساب، لان انا النهارده طالما في حاجه غلط حصلت يبقى في متسبب عن الغلط حصل، وفي ساعات متسبب ما تقدرش تشيله لاسباب كثير مش لحاجه، ما ينفعش ده يعني كاداره يعني. فانا بكمل، انما هل هيبقى في حساب للمساله دي؟ انا متاكد ان هيبقى في حساب. وكمان في حاجات بقى ما تحتملش خلاف الراي عليها، ان متهيألي حضرتك والمسؤولين في النادي مجلس الاداره والقائمين على امور الكوره والجماهير واعضاء النادي الكل متفق على اننا محتاجين لاعبين يركزوا في الامور الفنيه، ما ينشغلوش في اي معارك او حوارات جانبيه، ما نخسرش جهد لاعب. طيب انا دي مساله يعني. لما يحصل الامر ما يحتملش ده في الفتره، لما يحصل ده دي في حد مسؤول عن ده، في وقفه بقى يعني الوقفه دي بقى تتعمل ازاي؟ ممكن لان دي الامور دي تحل في الاغره في المغلقه، اكيد مش اكيد عندنا من الخبرات مش ورقه كاميرات. فانا النهارده يكلم امل ان يكون الامور دي كده، امل ان تتعدل دي، انما في الاول وفي الاخر انا بقول للاعبين حتى لو انت النهارده اي حاجه بقى بتتكلم في حاجه، انت فين روحك انت في الماتش؟ سيبك انت لو كل الظروف كانت ضدك في كل الحالات دي، يا اخي خلي عندك نخوه وخلي عندك شخصيه النادي، شخصيه انت، شخصيتك فين انت؟ كلكم لعيبه، بصمته كلاعب فين انت؟ هو ده الموضوع يعني. انما انا يعني حضرتك عايز اللاعبين يستدعوا الحاجه اللي دايما حضرتك بتقول انها موجوده عند الانسان في وقت المواقف الصعبه، قدرات الكامله بتاعتك فين؟ ومن فين بقى الحاجات الشده او القوه اللي تظهر في المواقف الصعبه؟ يعني دي كده يعني، هي دي المساله كده تبقى كده. اتمنى ان يحصل ده، بس انا نرجع ونقول برضه ما هو في الاول وفي الاخر يا محمد يعني احنا بنعمل، شوف احنا عمالين نتكلم في ايه وحكايات ايه والكلام ده كله، وفي عالم الكره وفي دوله الكره في ثوره حصلانه واحنا مش واخدين، مش خريطه بتتغير إيه؟ خريطه الكوره في العالم، خريطه الكوره بتتغير في العالم النهارده واحنا برضو مش واخدين بال. كره القدم وارتفاع مستوى كره القدم والنتائج المبهره لكره القدم تبدا من المراحل الناشئين وليس تبدا من المراحل الكبار. طيب ده هينقلنا لاوروبا ودوري اوروبا، وحضرتك هبدا من المنافسات والنتائج او الفرق اللي وصلت للسيمي فاينل، لان الاستاذ ابراهيم حجازي في حلقه سابقه توقع ان يتفوق فريق اياكس امستردام الهولندي بعد في عقبة ريال مدريد النادي الملكي الإسباني على تفوقه على ريال مدريد، انه في مواجهته مع يوفنتوس رغم ان يوفنتوس في افضل حالاته هذا الموسم كان على مستوى التوقعات بعد انضمام كريستيانو رونالدو للمجموعه اكثر من رائعه اصلا اللي موجوده في صفوف يوفنتوس الايطالي، لكن استاذ ابراهيم قال اعتقد ان اياكس ممكن يعمل مفاجاه وهو ما حدث، ولسه وحضرتك متوقع انه في الفاينل انا اعتقد انه هيوصل النهائي وممكن يعمل اي حاجه. ليه بقى؟ بس دي برضو عايزين نقول الناس دي ما بيخترعوش، بس هم ناس فاهمين. والهولنديين اياكس دول، هم الهولنديين دول اللي اتفاجئونا، هم اللي فاجئونا بالطاحونه زمان، الكره الهولنديه طاحونه اول من فعل ده برشلونه بياخد ده دلوقتي والكلام ده، هم اول من عمل ايام كرويف، هم الناس اللي بدات دي كلها. انما هو الفكره كلها انت عشان تعمل ده ايه؟ عشان انت تبقى بتلعب كوره بالطريقه انك انت كوره ممكن تعمل 50 تمريره ما تتقطعش، وعشان تبقى انت متمكن ان ما فيش لعيب مثلا الاخطاء اللي بتاع تمريرات مثلا الخطا مس باص دي تلاقيها مثلا في الماتش كله
1% 2%، يعني كل 100 تمريره ممكن واحده تطلع غلط، عشان توصل، لان في الخطا البشري ده مولود، ده 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 مهما كانت كمال لله وحده، مهما كانت امكانياتك ممكن تغلط. بتشوف ميسي كور ساعات بتطلع منه، عشان توصل للمرحله دي، المرحله دي بتتعمل في مرحله تانية مش فوق، ما فيش لعيب بيتبني فوق. احنا مشكلتنا في مصر الازليه اللي بعدانا عن ان احنا نلعب كوره كويسه، ان احنا لا نهتم باي لاعب، ولا يبتدي اللاعب ده يبقى ليه اهتمام الا لما بيوصل للدرجه الاولى في النادي. طب هو كخد ايه وهو في الناشئين؟ ما حدش عارف. هل هو امكانياته اللي خدها في الناشئين؟ ممكن يبقى موهوب. احنا 95% من مواهبنا الكرويه اللي طلعت، واحنا طلع عندنا مواهب كرويه كتيره جدا، ممكن اقعد بالاسم في كل انديه مصر طلع مواهب كرويه ما كملوش. ليه؟ لان هو في المراحل الصغيره استهلكوه بقى عشان ياخد بطوله، ياخد الكوز السلمون اللي بيديله الكاس، يقول لك بطوله 14 وبطوله 13 وبطوله، شغلوا نفسهم ودمروا ده، لانه كان ناقصه حاجات في كرة القدم. عشان تلعب الكرة اللي احنا بنشوفها من اياكس، واللي بنشوفها في برشلونة، واللي بنشوفها من كل الفرق اللي بره، عشان تلعب الكرة دي لازم نعرف ان الكلام ده كله بيتعمل في المراحل. طيب لازم الكلام بقى يمشي بشكل متسلسل، لان احنا بعد قليل هننتقل للحديث عن تفاصيل كثيرة جدا مرتبطة بالمدرسة الهولندية وتاريخها في كرة القدم، هذا الملف اللي قمنا بالتنويه عنه في بداية هذا الحوار. ولكن نبقى قليلا مع الشامبيونز ليج والكلام مترابط يا استاذ ابراهيم. حضرتك بتتوقع دلوقتي او من لحظات قلت متوقع اياكس يعمل مفاجأة، وانه على اقل تقدير حضرتك متوقع انه في الفاينل هيتجاوز توتنهام. على الجانب الاخر النهارده وفق طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح وفريق ليفربول في الفوز على كارديف سيتي 2-0، ويستمر الصراع في يعني طبعا في قمته بين الفريقين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي. على الجانب الاخر في السيمي فاينل في دوري اوروبا مواجهتين في قمه الصعوبه، والناس بيقولوا ان هم خارج التوقعات، ومتوقعين كمان مباراتين في كره القدم قمه في الامتاع وفي المنافسه، ليفربول امام برشلونه الاسباني. حضرتك متوقع ايه؟ لا يعني هو المنافسه بالورقه والقلم والمنطق وبالعقل والكلام ده، برشلونه اقوى. طبعا كفته ارجح. طبعا في توتنهام، يعني انا توتنهام لما وقع مع سيتي مانشستر سيتي، انا توقعت ان توتنهام هو اللي هيكسب، مش لحاجه، لان سيتي مشغول في ثلاث اربع حاجات، والنمره اثنين من اصعب ما يكون لما تبقى في بطولات، لما مثلا في الوضع اللي كان عندنا ده بطوله اوروبيه والفرقتين بيتنافسوا في دوري واحد، بتبقى اصعب لقاءات لما انجليز قابله تاني في الدوري من يومين. يعني بعد مباراه اوروبا وفاز مان سيتي 1-0. فاللي بكلمك بتبقى صعبه جدا، بتبقى لقاءات صعبه جدا. طبعا الماتش ده كان عجوبه، وماتش من يعني في كل حاجه من المباريات، لو في كل حاجه في الكوره والكلام ده، انما هي كوره في كره القدم كده يعني، خدت بالك. انما الماتش اللي شفناه ده، وهو حتى مدرب توتنهام بيقول انا عارف ان عندي ماتش جامد جدا مع اياكس. اصل انت عامل سيرك، انت مطلع الناس اللي في اياكس دولت، دي ناس متاسسه بشكل غير عادي، وهنعرف ده من الحديث. بس انا عايز اقول لحضرتك معلومه عايز حضرتك تعلق عليها، لان انا عارف انها من الحاجات اللي بتزيد احترام استاذ ابراهيم للشخصيات اللي بنتكلم عنها، منها المدير الفني لتوتنهام. لم يسمح له بانتقال واحد بصفقه واحده هذا الموسم، سياسات النادي قالوا احنا بنبني الاستاد، ما عندناش بادجت للانتقال. لا، مدرب ارجنتيني بيلعب بنفس مجموعه اللاعبين، ده مدرب جامد جدا الارجنتيني، مدرب وهادي. لا يعني انا بعتقد يعني ان هو ده من احسن مدربين بوكوتينيو. العالم. احسن مدربين العالم. على انا بعتقد كده، خدت بالك؟ انت فرقه، وانت عارف بره الناس مش واخده بالها ان هم مدربين في الانديه كتيره باسماء كتيره، بيبقى النادي مش رفض عروض اعلى ماليا في الفترة اللي فاتت وقبل الموسم ده، وبعدين وقال انه شايف ان تجربته ماشية كويس، وان له تارجت فني عايز يحققه مع توتنهام. يعني حتى حظه السيء ان هاري كين اتعور الاصابة بتاعته، هاري كين كمان مش موجود، فانت لما بيلعب ده فيطلع له كويس، ربنا عوضه ب الجنوبي، لاعب الكوري الجنوبي، الكوري الجنوبي ده. انما هو الماتش في كله من ورا خيال، الماتش اللي حصل ده ان خمس، انت يا راجل في ده الخمس تجوان كلهم جايين في 20 دقيقة مثلا، في اربع تجوان او ثلاث تجوان، في اربع تجوان 2-2 في اول اعتقد 20 دقيقة يعني دقيقة. انت بتتكلم اول 20 دقيقة، انما في الاول وفي الاخر المهارات، اللياقة البدنية، الوعي التكتيك. انت النهارده امتى بقى اللاعب يبقى تكتيكيا على اعلى مستوى؟ لما يبقى هو مهاريا على اعلى مستوى. ليه؟ لانه مهاريا على اعلى مستوى هو بيتصرف في الكورة
لا اراديا يعني في تمرير الكوره، لما بيمرر الكوره هو ما حتى ما بيبصش، لانه من كتر ما خلاص تمكنوا من نفسه بقت عاده حركيه عند اللاعب، بقت لا اراديا زي المشي، بقت هي بتطلع من المخ بيدي اشاره للجهاز العصبي، والجهاز العصبي بيدي للجهاز العضلي، ده كله لا ارادي. في ما هي دي القضية، احنا عندنا بنعتل هنا، تلاقي اللاعب عشان الكرة يكتمى بيعتل وعمال هو شاغل نفسه بيها، هو دي تتعمل بره لا إرادي. ما بين الإرادي واللا إرادي الفترة اللي هي بتاعت الخمس ست سنين بتاع مراحل الناشئين، نقدر نعمل دي عندنا لأن احنا عندنا مواهب، لو عملنا كده نلعب زيهم. لا ما هو اللي بيسمع حضرتك دلوقتي مستني يعرف حضرتك ليه شايف ان برشلونة كفته أرجح، لأن الناس شايفة ان ليفربول ماشي كويس وبأقدام ثابتة جدا سواء في دوري أوروبا أو في منافسته على الدوري الإنجليزي. ليه حضرتك بترجح كفة برشلونة رغم أن القوة أو المثلث الهجومي برضو في أحسن حالاته لليفربول في الفترة دي؟ إن برشلونة على الرغم أن ميسي النجم والكلام ده، إنما تعال شوف فرقة بتلعب إزاي مع بعض يا جماعة، ده في التمرير ما بياخدش، ما هو يعني هو عارف وهو ماسك الكرة ده هيبقى فين؟ ليه؟ لأن هم مهارياً متمكنين، يعني يقدر ما عندوش مشكله في انه يتعامل مع الكوره، زي انت ما عندكش مشكله انك تمشي، خدت بالك؟ ما عندكش مشكله السوق العربيه بعد بالتكرار بقت عاده حركيه، عندك ما عندكش مشكله فيها، فدي تلقائيا بتعملها تلقائي. احنا اللي بيعجزنا احنا او بيعجز نفس المستوى المهاري ده، مش كل لعيبه ليفربول عندهم ده، وما عندهمش السيستم الجماعي ان يقدر يلعب بيه الكره دي. طيب في ناس بتقول لو ليفربول عشان الماتش يبقى قوي جدا هو ممكن يكسب على فكره، على احسن وارد الفرص متاحه امام الفريقين، بس في ناس بتقول لو ليفربول في التوب فورم في احسن حالاته في المباراتين، خصوصا نجمنا محمد صلاح وماني وفان دايك، يعني اللعيبه اللي هي بتعتبر هي الكي بلايرز بتاعت ليفربول، الامر سيتوقف من وجهه نظر اصحاب الراي ده على ميسي، انه لو كان في احسن حالاته فهو لاعب انفينسيبل او لاعب لا يقهر لا يمكن تجاوزه ويقدر يكسب فريقه، ولو ميسي مش في حالته يصبح برشلونه لاعب مشات يعني بعيد عنك يعني في الدوري اساسا، وميسي احيانا ما كانش في حالته، ايوه ده في قعد خمس ست ماتشات مفيش يعمل فرق كبير في شكل برشلونه. لا طبعا لانه لعيب جامد جدا اكتر من 50% من لا 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 لعيب جامد، اصل بيرد حلول هو يعني بيعمل حاجه غريبه جدا يعني. طيب خلينا ننتظر ما تسفر عنه الجولات الاولى من المواجهات في قبل نهائي الشامبيونز ليج او دوري الابطال الاوروبي، ونشوف النتائج ونتكلم طبعا بناء عليها ان شاء الله في حلقاتنا القادمه. هننتقل لتجربه اياكس الهولندي في لقاء اجرى زميلنا العزيز عمر البنوبي، وبوجه الشكر والتقدير طبعا لفريق الاعداد كله، مش بس عمر لكن هو اجتهد بشكل كبير بالتنسيق مع زملائنا كل اسره الاعداد اللي بذلوا مجهود كبير لاعداد هذا الملف بالغ الاهميه، مع المدير الفني الهولندي الشهير مارك فوتا صاحب التجارب الكبيره في عالم الكره سواء على مستوى هولندا او اوروبا او الدوري الانجليزي، ومع نادي ومدرسه الكره والنادي ساوثهامبتون على وجه التحديد. هنبدا الحديث من حيث اشار منذ قليل الاستاذ ابراهيم حجازي الى انه عادات الكره وادراك اللاعب للاساسيات منذ الصغر بتخلي ده امور سهله وبتحصل بشكل تلقائي، مش محتاج حد يذكره بيها لما يبقى لاعب في الفيرست تيم او الفريق الاول. خلينا نبدا براي حضرتك فيما عرفته حتى الان عن تجربه اكس ام. الحكايه جت ازاي؟ لما قعدت بنتكلم مع عمر وبشكره الحقيقه، يعني انت شكرته وبشكره جدا، هي الفكره كلها ان احنا بنتكلم على احنا الموضوع ده مش عاملين وجاهه ولا هي فانتازيه، ولا ان احنا بنحكي تجربه، اذا التجربه دي تنبهنا لها هنا احنا او عملنا هنا ممكن نستفيد منها. بنحكي تجربه لان احنا اذا كنا هنقعد نلعب الكوره ونقعد في خناقات، احنا بنلعب كوره عشان نغيظ بعض لغايه دلوقتي اللحظه اللي احنا في مصر بنلعب كوره عشان نغيظ بعض، يعني مش اكتر ولا اقل، ونكايد بعض والكلام ده كله. ومع التواصل الاجتماعي والفيسبوك بقت الحكايه مزيطه قوي. انا من النهارده طب ما تيجي نشوف تجارب العالم. فاحنا النهارده انا طبعا انا شايف ان اللي عملوه في هولندا اياكس عامل حاجه يا يعني جماعه، خلي بالكم ده الراجل ده ايه، ده عملوا فرقه من 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 يعني في يوم وليله بقى عنده فرقه، هو مش عاملها في يوم وليله، ده شغل خمس ست سنين اشتغلوه. فلما قلت لعمر ده قال لي طب احنا عندنا اللي هو المدرب مارك فوتا، مارك فوتا فهو ليه تجربه، والراجل ده اصله ده درب في الاسماعيلي، مارك فوتا درب في النادي الاسماعيلي في الفتره اللي كان فيها احمد فتحي وعبد الله السعيد خد 2006 يعني موجود الاسامي كلها فهو لا تجربه. وبعدين انما التجربه ميزه الراجل ده ليه او بكلامه المهم جدا ليه، ان انا هو بيتكلم لان هو اشتغل كتير في المغرب، فهو عارف الكره الافريقيه كويس جدا، وعارف وجهنا في الكره المصريه،
وعارف اللي بره، فعارف وله تجربة كمدير فني للاتحاد الاسكتلندي كمان لكرة القدم، فهو عنده تجارب كثيرة الراجل ده، ده الميزة بتاعت الراجل ده. فالراجل ده لما كنا بنتكلم احنا عايزين نعرف نقول ليه، لان انا هو الكلام بتاعه. فعمر لما بيتكلم هو اتكلم معاه وعمل الفيديوهات ديت ومترجمة، انما في الفيديوهات بيحكي التجربة. الفكرة ان ناخد بالنا ان النهارده بنعمل ايه. النهارده واحد ده يعني هو بدا ده يعني تقدر انت عندك حتى عندنا طبعا السيره الذاتيه عنده تجارب كثيره جدا، وبدا يعني مع اياكس امستردام الهولندي، واشاد بشكل العمل في قطاعات الناشئين في هولندا، وقال ان مش بس تجربه اياكس هي الاكثر تميزا، عندنا تجارب. كلام على لسان المدير الفني طبعا الشهير مارك فوتا، بيقول تجارب لانديه زي ايندهوفن وفاينرد، ويعني حاجات كثيرة جدا موجودة هنتكلم عنها. عندنا عدد من الفيديوهات قال فيها التالي، عناوين رئيسية. بعد التحية طبعا لزميلنا عمر، يعني وجه له التحية وقال له كل شيء يسير بشكل جيد، أود أن أتحدث إليكم عن إنجاز أياكس أمستردام بالوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وده هنتكلم عنه. وإحنا ده بنعرض كان عناوين رئيسية من الأمور اللي هنستعرضها في الفيديوهات مع حضراتكم. هو بيتكلم عن أن التجربة اللي امتدت لمدرسة أياكس لكرة القدم على مدار أكثر من 30 سنة تجربة غاية في التميز، لأنها اعتمدت على عوامل زي اختيار المواهب في سن صغيرة جدا، إكمال الجانب أو تنمية الجانب البدني لكل لاعب ضعيف بدنيا أو عنده بعض القصور في أدائه البدني كرياضي محترف أو لاعب كرة قدم محترف، اختيار أفضل العناصر من داخل هولندا ثم في إطار القارة الأوروبية ثم من خارجها من بعض الدول، أشار أو العربية، وأشار أيضا لبعض التجارب زي تجارب مدارس الكرة ومقارناتها بالتجربة الهولندية المدارس الأفريقية، واتكلم عن عملية التعاقدات والنجاح الاستثماري والمالي، وأن نادي أياكس حسب تصريحاته هو الأنجح ماليا دلوقتي بوجود أرباح تصل إلى 190 مليون يورو لنجاح التجربة التسويقية والخاصة بعمليات الانتقال والبيع والشراء. هو بيركز أستاذ إبراهيم في البداية على أنه الاختيار في مراحل الناشئين بدنيا وفنيا والتكليفات الخططية السليمة للاعب بتشكل هو لاعب جاهز للفريق. هيقول ده بس انت بشير، هو مسك الاسماعيلي 2006 2010، مدير فني في الاتحاد الاسكتلندي 2012 وعمل لهم خطة 2020، مسك المدير الفني للمنتخبات، كان قريب جدا لمنتخبات الشباب والناشئين والمنتخب الاولمبي في المغرب، وحصل على 3 بطولات في معاهم هناك في بطولات ذهبية الفرانكفونية مع منتخب شباب المغرب. قيمة الراجل اللي بيقول ده قيمة، أنا بقول ده ليه؟ لأن إحنا النهاردة لما نيجي إحنا عايزين نعمل حاجة وعايزين نصلح المؤكد، إحنا عايزين نصلح قطاع الناشئين، إحنا ما عندناش قطاعات ناشئين، إحنا ماشيين بالبركة في الناشئين. تمام؟ هو بيحكي ده وهيكلم على تجربته لما كان في الإسماعيلي، وإسماعيلي كان ساعتها بيلم المواهب، الإسماعيلي كان بيعمل إيه؟ أحمد فتحي كان من الأيوبية، الناس فاكرة كانت من الإسماعيلية ان 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 احمد ان علي ابو دريشه كان عامل تجربه كويسه جدا في الاسماعيلي، من بيلموا كل المواهب من اي حته بياخدوهم في سن صغير، عمل تجربه هايله، عملوا تجربه كويسه جدا في الاسماعيلي. لما نشوف كل فريق يعني بركات كان من جاي من لعب في اسوان ولعب في السكه الحديد، عبد الله السعيد كان فين، وكل دول طلعوهم. التجربه بتاعت الاسماعيلي للاسف مش قادرين يعملوها دلوقتي، لان الاسماعيلي لما تيجي نشوف ميزانيته قد ايه. احنا دلوقتي بقت كل مشكلتنا دلوقتي بقت كل الانديه النهارده بتيجي عشان خاطر تعمل اي حاجه كل ميزانيته عشان نشتري لعيبه. فبقى اصبح النهارده طب ميزانيه الاسماعيلي قد ايه، والميزانيه اللي صرف في الانديه الكبيره اهلي او الزمالك او بيراميدز قد ايه دلوقتي. طب ما انا لما تيجي التجربه بقى، طب ما تيجي نربي ولادنا، تعالوا نعمل مدارس الناشئين، هتاخد انت وهتبيع وهتكسب وهيبقى عندك كوره كويسه. هي دي الفكره بتاعت التجربه دي اللي بنقلها هنا. حضرتك طبعا تتذكر وتذكر الساده المشاهدين باسم طبعا لويس فان جال، كان تاني اسم في المدربين اللي عملوا تجارب تاريخيه في تاريخ الكره الهولنديه ونادي اياكس. بعد التجربه الاولى سنه 70 اللي بدات مع رينوس ميتشلز المدير الفني التاريخي لاياكس امستردام، ظهور المدرب اللي بنتكلم عنه بعد قليل وبعد ما نتوقف مع فاصل مع حضراتكم مع استاذ ابراهيم، هنبدا في استعراض الفيديوهات ونعلق عليها، استاذ ابراهيم يقوم بتحليل ما يقوله المدير الفني الهولندي مارك فوتا. ظهوره كان يا استاذ ابراهيم سنه 1990 لانه عمل مفاجاه بالفوز بدوري الشباب في هولندا على حساب جيل اياكس التاريخي اللي كان بيقوده لويس فان جال، وحضرتك تعلم طبعا هو ده قلب كل حاجه في انه نعمل ده قلب كل حاجه. برضه هنيجي عملوا ايه، انه خدوا الاولاد الصغيرين، هو لما هتحيل بس عشان من هو هيحكي وهيفصل، انما هي الفكره كلها في اي حته في العالم انت عايز تلعب كوره وعايز تعمل وعايز تكسب وعايز يبقى معاك فلوس، اعمل الكلام اللي هنسمعه دلوقتي، اعملوا اللي بيقولوا عليه الراجل ده، نعمل ده. ودي مثال، تعالوا لما نيجي نعمل، وده مش بعيد علينا، نقدر يعني
يقدر عمر هو صديق شخصي ليه يقدر يجي لمصر هنا بمصر يقدر يعمل لك خطه 10 سنين. حضرتك بتقول ان التجارب زي دي تستحق ان تنقل لدول لتغيير خريطه الرياضه والكره فيها. اصل خطه احنا مصر ممكن نستفيد من التجارب. هو في ساوثهامبتون عمل ايه؟ هو قاعد هناك عمل لهم خطه من 2012 ل 20 8 سنين. ما هي دي الخطط الطويله اللي بتطلع، لانك انت بتاخد الولد 8 9 سنين 10 سنين ووفقا لحالته البدنيه ممكن يقعد معاك لاكتر من كده شويه، فانت بتاخده. فعمل لهم خطه 8 سنين. في الثمان سنين دول لازم تعمل لعيب دولي، طالما ان دول مواهب غصب عن اي حد هيبقى لعيب دولي. طيب. اسف لمقاطعه حضرتك، لابد ان نتوقف الان مشاهدينا مع استاذ ابراهيم حجازي ومع حضراتكم، نتوقف من اجل فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لاستكمال الحوار، وهنبدا في استعراض هذه اللقاءات وهذه الفيديوهات الخاصه بالمدير الفني الهولندي مارك فوتا، ونسمع مع حضراتكم ونقوم بتحليل اهم العبارات اللي بيشير فيها الى هذه التجربه بالغه التميز. أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم من خلال الأهلي الليلة، وأجدد الترحيب بالكاتب الصحفي وناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي، وإحنا بنتحدث اليوم عن هذه التجربة الأوروبية الخاصة جدا، تجربة مدرسة الكرة والاستثمار وعمليات البيع والشراء وكل الأمور الفنية المتعلقة بتجربة أياكس الهولندي والكرة الهولندية بشكل عام على مستوى الأندية والمنتخبات. مرة تانية بنؤكد لحضراتكم إن إحنا هنبدأ دلوقتي في عرض الفيديوهات وهذه اللقاءات اللي بالتنسيق مع زملائنا في فريق الإعداد، زملائنا الأعزاء حاتم الشربيني وعبد الحكيم أبو علم. كان أجرى زميلنا عمر البنوبي هذا الحوار حصريا لهذه الحلقة على شاشة قناة الأهلي ومن برنامج الأهلي الليلة مع المدير الفني الهولندي الشهير مارك فوتا. هنبدأ مع حضراتكم مع أستاذ إبراهيم حجازي باستعراض هذه اللقاءات ومقاطع منها والفيديوهات ومحتواها عن الكثير من الأمور الفنية والتفاصيل الخاصة بتجربته الفنية سواء داخل أو خارج هولندا، لأن في أمور كثيرة تستحق التحليل والتعليق عليها والتعقيب من أستاذ إبراهيم حجازي. إحنا جاهزين يا جماعة نبدأ بأول فيديو ممكن نشوفه مع مشاهدينا، تفضل. I want to speak with you about the success of Ajax. أود أن أتحدث إليكم عن إنجاز أياكس أمستردام بالوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمجموعة من اللاعبين الصغار. دعنا نقول أن المرجع لهذه الكرة التي شاهدتموها هو يوهان كرويف مؤسس هذه الطريقة، وكذلك هو مؤسس مدرسة الناشئين العظيمة لأياكس التي لا تكتفي بالجانب البدني وإنما أيضا بتعليم الجوانب التكتيكية والفنية، بحيث يكون قرار اللاعب الصغير على أرضية الملعب مهم جدا، ينشأ على امتلاك التكنيك الذي يمكنه من اتخاذ القرار السليم أثناء اللعب. هناك 5 أو 6 لاعبين من التشكيل الأساسي لأياكس هم نتاج الأكاديمية انضموا إليها في سن صغيرة جدا، جرى إعدادهم على مدار 10 سنوات حتى وصلوا إلى الفريق الأول. تدربوا منذ النشأة على طريقة 4-3-3 المماثلة لطريقة الفريق الأول، وبالتالي يتحملون المسؤولية فور التصعيد. أستاذ إبراهيم تفضل تعليقك على اللي قاله. يبقى هنا بنتكلم النهاردة أن فكرة أن أنا في 6 من الأياكس دولت خريج أكاديمية، 6 مواهب. يبقى اذا النهارده اياكس لما بيجيب النهارده او هيخش في الاكاديميه بتاعته، يبقى الاكاديميه دي اول حاجه، بس عشان اللي عندنا كلها من المواهب الكرويه سواء من هولندا او من بره هولندا عشان نبقى فاهمين. عندنا هنا في مصر هيبقى انا النهارده الفكره ايه؟ ان انا بغير اللي معمول عندنا، اللي معمول عندنا من ساعه الكوره ما دخلت مصر خلاص ما عادش ينفع دلوقتي، مش هيطلع لنا حاجه. وبالدليل ان احنا هو بقى لنا كام سنه في الانديه الكبيره ما بيطلعش اي حد وما بنشوفش اي حد، وعمالين بنجيب حاجات كتيره، فبيبقى جاي لاعب لا يمتلك ربع مهارات، هو خلاص بيقول ان احنا النهارده بنعتمد حتى بيعلم الولد في الاكاديميه انه يلعب بالطريقه اللي هيلعب بها اياكس 4-3-3. يبقى من كل المراحل العمريه بيتعلم ده، قعدوا 10 سنين. ما هو ال 10 سنين دول كانوا ايه بقى؟ علمته المهارات، حولت له المهارات لعادات حركيه يعني بيأديها بتلقائيه شديده جدا، بقت الاشارات ف
فيبتدي هو يبقى كل مخه متفرغ انه بيأديها بإتقان ومن غير صعوبة. هو ما عادش خلاص الـ كل اللي بيعمله في الكورة ما تبدأ مهمة اللاعب عندما يمرر الكورة إلى زميل. لا تكتك بقى، انت فين خيالك في الملعب؟ انت هتروح فين وهتستقبل الكرة ازاي؟ انما تستقبل الكرة تمررها صح، تشوطها صح، تدري بالكرة صح، الكلام ده لازم ما بتعملوش وبتروح مثلا. انت مش معانا بتلعب في حتة تانية، هي اساسيات، هي دي الاساسيات كرة. هو ده الاولاني. يبقى احنا النقطة المهمة الاولانية ان دول 10 سنين بتمرنوا على كده. نمرة 2 ان بتمرن على نفس الخطة اللي بتعمل الكلام ده كله. نمرة 3 انه خلاص رعاية لازم يبقى حدوته، وانه من نفس المراحل العمريه الصغيره هو بيتعلم نفس ستايل وطريقه الاداء والتاكتكس اللي بيلعب بيها الفيرست تيم حتى لو مش مطلوب منه هو يكسب. بعد ما علمه المهارات وحولها لعادات وبقت تلقائيه، بأديها بتلقائيه، بيبقى كل الوقت اللي بيعمله ده في التكتك. طبعا في خلي بالك في الجزء ده بقى ايه، العشر سنين دول اداله برنامج للاعداد البدني اللي يخليه يجري 15 و16 كيلو في الماتش، اداله كل معدلات اللياقه، لان احنا معدلات اللياقه فيها عناصر كتيره من عناصر اللياقه البدنيه لا تكتسب في السن الكبير. يعني المرونه ما فيش بعد 14 سنه خلاص او 15 سنه. كل العناصر اللياقه بقى، اللياقه البدنيه، القدره انك انت القلب يضخ اكبر كميه دم، والرئتين تضخ اكبر كميه اكسجين لاطول فتره ممكنه، بعد 20 سنه ما فيش. فكل ده بيتعمل في العشر سنين. عايز حضرتك تعلق على الجملتين دول يا استاذ ابراهيم. هو طبعا بينسب الفضل فيها للهولندي طبعا الطائر يوهان كرويف، وبيقول النجم الكبير طبعا في تاريخ الكره العالميه، بيقول هو مؤسس هذه الطريقه ومؤسس مدرسه الناشئين العظيمه لاكس، والتي لا تكتفي بالجانب البدني وإنما بتعليم الجوانب التكتيكية والفنية، بحيث يكون قرار اللاعب الصغير على أرضية الملعب مهم جدا. فكرة إن اللاعب يقدر ياخد قرار صح في التوقيت الصح في المباراة، ما هو أول عشان ياخد ده لازم يبقى عنده المهارات. ما هو ما فيش نجار ما بيعرفش يمسك منشار أو يعرف يمسك أزميل ولا يعرف يمسك حاجة وشغله نجار حاجة أقول له بقى حلل، ما يحلش. هم علموه من الأولانية، يبتدي يعلمه التكتيك والكلام ده كله، فلازم يعملوا حاجة غريبة جدا زي لما شفنا أياكس كده. أياكس عملوا في ريال مدريد ده عمال ده في كرة منهم حاجة أبيحة يعني ترقيصة ده توقع عمارة. لا بيعملوا أي حاجة في الكورة، الناس دي بيعملوا أي حاجة في الكورة. هو ده الكلام. برضو عايز اقول، حد يقول لي طب هم بره احنا نقدر نعمل ده؟ والله العظيم نقدر نعمل ده، ونقدر لان عندنا المواهب اللي تعمل ده، ونقدر نجيب برضو المواهب. ما احنا عندنا كل افريقيا دي، ده احنا اقرب الناس لافريقيا. احنا عندنا، احنا استسهلنا مهتمين بالفريق الاول. طب انت حتى انت مهتم جدا انك عملت زين في عماره هي اساسها ما يشيلش الا دورين، كل ما تيجي تعمل كده تروح عامله كده هتبقى هتقع. ما فيش، تعالوا نعمل الصح. ما تيجي نشوف نكمل الفيديو الثاني اللي بيجاوب فيه مارك فوتا على هذا السؤال، كيف تم تكوين فريق اياكس ومدرسه الناشئين في هذا النادي. And then of course you need a first team coach. لكي يتكون الفريق الذي رايتموه يتم اختيار مدير فني للفريق الاول يمكنه التعامل مع الموهوبين الصغار. في اياكس هناك فريق اخر في الدرجه الثانيه من لاعبين اقل من 21 سنه ينافس في دوري محترفين تحت اسم صغار اياكس. بالتالي فإن اللاعب ببلوغه سن 19 يعامل معاملة لاعب الفريق الأول. هذه خطوة لكي يتحول اللاعب من ناشئ إلى لاعب فريق أول. هناك متابعة مستمرة من أفراد الجهاز الفني لتطويرهم واختيار الأفضل للاعب في المستوى الأول لبعض دقائق قبل أن يستمروا في التشكيل الأساسي. وعلى الرغم من وجود مدربين يعتبرون الصغار قليل الخبرة، إلا أن أنموذج أياكس جعلهم يصلون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ووصلوا من قبل إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل عامين أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي. هذا يجسد كيفية المنافسة بلاعبين صغار. ولكن أيضا في وجود فلسفة للنادي بضم 5 أو 6 لاعبين من أصحاب الخبرات لمساعدة الصغار على تطوير الأداء والتطور. لهذا ضم أياكس هانتيلر وزياش وتاديتش وبليند، هم من أصحاب الخبرات العريضة. لذلك ترى شباب مثل دي ليخت ودي يونغ يؤدون بقوة وبخبرة في سن 19 و20 بجانب أصحاب الخبرات في الميران والمباريات. معهم مدرب يمكنه العمل مع لاعبين صغار موهوبين بفلسفة أياكس في الكرة الشاملة والسرعة والضغط من دون كرة. والأهم اتخاذ القرار السليم على أرض الملعب. تلاحظ أن لاعبي أياكس يملكون الموهبة بجانب الذكاء في التمرير والاحتفاظ بالكرة والمراوغات والتسديد في الوقت المناسب.
هذه هي مدرسة أياكس التي تأسست قبل 30 عام ومستمرة حتى الآن. تتضمن تدريبات خاصة على المهارات الأساسية في التمركز واللعب. لذلك ليس المهم في السن الصغيرة تحقيق انتصارات وإنما التعلم. هناك أيضا مدارس كرة جيدة مثل فاينورد وأيندهوفن. الهدف الأساسي أن تختار اللاعب الموهوب، تعده ليصبح جاهزا لتمثيل الفريق الأول وليس تحقيق بطولات الناشئين. أستاذ إبراهيم، تعليق حضرتك. هو أنا آخر هبتدي من آخر كلمة بقول أنا مهمنيش أنه يعمل انتصارات في الناشئين أو ياخد بطولات في الناشئين. أنا يهمني إن هو يبقى يتعلم مهارات ويتعلم حاجات دي كويس. يبقى ده بالتأكيد إن المرحلة ديت إحنا بنتكلم على المرحلة اللي مش هم الأياكس الفرقة اللي شايفينها دي. إحنا عشان يوصل لده هو قال إن أنا باخد صغيرين، أول حاجة بجيب مدير فني يعرف يتعامل مع المواهب. يبقى إذا المسألة مش أي حد يدرب الناشئين خلاص، لان ده واحد حقيقي. ومش معنى كده ان اي حد، ممكن مع احترامي الكامل، انه كان لعيب موهوب والكلام ده كله لازم يبقى دارس، عشان المساله مش كده. يعني المساله مش فكره انك انت هتأدي له نموذج وراح تعمل له حاجه وكلمتين وخلاص. فلسفه الفتره دي كلها المدرسه وهي في السن الصغير دي، كل الفلسفه اللي فيها انا ما يهمنيش، حتى لو بشترك في بطولات انا ما يهمنيش نتائج، انا يهمني انت وصلت مستواك لفين. وبعدين تعالى شوفهم بقى هم عملوا ايه، جابوا اكبر منهم سنا حطوهم معاه، وده يخليك تستغرب ازاي ان فرقه متوسط الاعمار بتاعتها 21 سنه وعندهم الخبره دي وعندهم الحدوته دي يلعب مع ريال مدريد ويعمل فيه اللي عمله ده. فتكتشف انه لما جابوا لهم الكبار نقلوا لهم خبرات الملعب دي، اصلها لا تكتسب الا لو مريت باللي مروا بيه، او ان هو يحكيها لك ويعملها لك ويوريها. واللعيب الكبير في مواقف كتيره، اللعيبه الكبيره لما بتأدي ده فهو بيشوفه بيأدي دي ازاي، او بيحل الموقف ده ازاي، او بيعمل ايه في كذا ازاي، فدي الخبره اللي بتتنقل. لو انا ما جبتلوش حد يديله الخبره دي، يبقى لازم هيقعد يغلط ويرشوف ويعمل خبرات التصرف في مواقف معينه، مش خبرات مهارات، عشان بس نفرق. هو عنده المهارات انما ما عندوش خبرات. طب انا عشان اديله خبره بقى اكمله، فاضغط له 5-6 سنين في سنه منه بيلعب مع كبار، ان انا اخليه يلعب مع كبار. وقال كمان انهم بيعتمدوا على الدفع على فترات او لدقائق قليله بافضل العناصر في فريق الشباب مع الفريق الاول عشان يبدا يجهز اللاعب. عشان كده انت تفتكر من حلقه او الحلقتين قلت انا نفسي اتحاد الكره هنا يطلع قرار ان الفريق الاول يتحط فيه غصب عن اي حد 2 أو 3 من الصغيرين. يبقى انا بدي فرصه للشباب انه يتعلم، لان هي دي الخبره اللي هياخدها الولد. بس اذا كان الناشئ ده هو ناقصه لياقه او ناقصه مهارات او ما حولش مهاراته العادات، ولا هيبقى الكلام ده مش هيجيب معاه حاجه، هيلعب بقى اي حاجه من يعني بتاعتنا. في قرارات مناسبه ممكن تتخذ في الاتحاد المصري لكره القدم او على مستوى الكره المصريه تأدي بشكل مشابه للي احنا شايفينه ده؟ يا سيدي الفاضل، ليه مشابه؟ ليه ما نبقاش زيهم؟ اصل ما هناك من ده بني ادم وده بني ادم، ليه رئتين وده ليه رئتين، ده ليه رجلين وده ليه رجلين. ممكن وضع برنامج يعني مماثل يعني ليه مارك فوتا ده يعمل لنا هو البرنامج ما عمل في قبل كده، واحد زي ده هو او غيره يجي يحط برنامج. انا اعمل انا ده كنت البنادي بيه، يجي يحط برنامج للاتحاد، قول له طب يا عم مارك ربنا يكرمك برضه ويعزك، اعمل لي البرنامج ده بقى الوحدات البرنامج يتعمل ده برنامج 10 سنين او 8 سنين، اعملوا لي وحدات سنويه وبعدين وحدات شهريه وبعدين وحدات اسبوعيه وبعدين وحدات يوميه، بحيث انك انت الراجل ده هيتعب عشان يعمل ده. انما في الاخر المدرب اللي هيجي ينفذ عنده الوحده بتاعت اليوم هيعمل ايه؟ اللي هيعمله في النهارده ايه؟ عشان ما يفتيش، لان البرنامج ده متركب على بعضه، قائم على حاجه معينه، ان انا في خلال العشر سنين او الثمان سنين اللي هو الشاب الناشئ الصغير ده انه علمته اللياقه البدنيه، اديته كل عناصر اللياقه البدنيه وده مهم جدا. علمته المهارات وحولتها لعادات، نمرة 3 وأنا بعمل ده أنا بكسبه الخبرات اللي هي خبرات الملعب بقى لا في حاجة تكتيكية. بيبقى المدرب بقى المدير الفني بتاع اللي بيتعامل مع مواهب، فبيجي اللاعب افرض في 18 فسلم الكرة بطريقة معينة، هو سلمها صح وبيعرف يشوط صح، إنما هو مش هيعرف يتصرف في موقف تكتيكي معين صح،
فيقول له لا ده انت بدل ما كنت تروح هنا انت كنت تروح هنا، او انت بدل ما تمررها بالطريقه دي دي الخبرات اللي بتيجي. وبص حضرتك اللي بيتكرر في تصريحاته في كل فيديو شفناه لحد دلوقتي هو فكره شخصيه اللاعب وانه يمتلك خبرات اتخاذ القرار المناسب في الملعب، امتى يسدد، امتى يمرر الكوره، امتى يعني القرار السليم للاعب انه يقدر يعمل ده. كل الكلام ده بيعملوه حاجه واحده، تقدر بتقول احنا نقدر نعمل زيهم، هو يجي يحط لنا البرنامج ده ويجي يدي دورات للمدربين بتوعنا ويجي يبقى كل اللي حط البرنامج ده. خلي بالك انا بحط له برنامج بدني عناصر مقنن طبعا عشان مراحل السن، وبعدين بحط له البرنامج اللي هو المهاري ده. البرنامج الثالث بقى اللي بيتقال عليه اللي ما اعرفش انما انا في الوقت ده بعلمه بقى ثقافه الثقافه، تاكل ايه وتشرب ايه وتاكل ايه وتنام ازاي وتعمل ايه والالتزام وفكره الالتزام بقى ازاي اعلمه انك انت عشان تبقى لعيب كويس. ثقافه الاحتراف بشكل عام. الثقافه بقى بتاعت الكلام ده. طيب خلونا نشوف الفيديو الثالث وطريقه جلب، ما هي طريقه جلب المواهب الشابه من خارج هولندا الى مدرسه اياكس امستردام. We should also not forget that the recruitment of the هناك نقطة مفصلية أيضا وهي طريقة استكشاف وجلب المواهب الشابة من خارج هولندا لفريق أياكس، هي العين الخبيرة التي استخدمت الثنائي إريكسن وديلبرغ من الدنمارك في سن صغيرة، كذلك ناشئين من الأرجنتين والبرازيل لديهم الموهبة والشخصية التي يمكن تطويرها لتناسب فلسفة أياكس. حتى وإن فقد الفريق بعضهم بسبب المبالغ الطائلة المعروضة لضمهم مثل انتقال دي يونغ لبرشلونة مقابل 75 مليون يورو، قد يتبعه ماتياس دي ليخت وقبلهما كلويفرت الصغير المنتقل إلى روما بمبلغ كبير، لكن نفس العين الخبيرة تعاقدت مع حكيم زياش من تيفنتي بمبلغ زهيد، لذلك يملك أياكس الآن أرباحا بلغت 190 مليون يورو في رصيده بسبب سياسة البيع والشراء الناجحة. تكتمل المنظومة الثلاثية بمدرسة المواهب والتعاقدات الجيدة والجهاز الفني المتشبع بفلسفة أياكس لتظهر النتائج. فريق يملك شخصية الفوز، وحال وجود خلل في هذه المنظومة لن تصل إلى أي نتيجة. العين الخبيرة التي تستطيع أن تكتشف الموهبة في سن مبكر، وحضرتك دايما بتقول أنه اختيار المواهب ورعاية المواهب كمشروع رياضي لأي بلد أفضل من أن أنا مجرد أجيب لعيب دون موهبة وأن أنا أعوده على التدريبات بس عشان يبقى إذا كلمة أكاديميات اللي احنا عاملينه نتعلم أكاديمية قال يعني مثلا هو داخل هياخد شهادة جامعية. أنا النهاردة المكان ده للمواهب، اللي مش موهوب يلعب في الرياضه للجميع، وانا احب انه يلعب ولازم يلعب عشان صحته وعشان وعشان، انما دي للمواهب. انا طالما انك انت بتريد في نادي زي النادي الاهلي يبقى لازم تبقى موهوب، لا مكان لغير الموهوبين. هتقول لي طب احنا في المواهب ديت وانا ما عنديش، انا عندي مصر قد ايه، ده احنا 100 مليون. احنا على فكره احنا بنشوف قد ايه من موهبنا، هي هولندا قد ايه؟ يعني انا يعني حاجه و30 حاجه مش هيبقى اكتر من كده يعني هم قد ايه، انما انت النهارده ده انت 100 مليون. خلي بالك انت عندك حتت يعني ما بتشوفهاش خالص اصلا لانه ما بيمارسش. احنا عدد من يمارس اللي هو اتيحت له فرصه الممارسه بيعتبر 5 في الـ1000 او قليل جدا نسبه الى العدد الكبير. فتخيل لو كل العدد ده مارس، مش المهم مش يمارس بقى وخلاص، انا المهم في الممارسه بقى العين الخبيره اللي بنقول عليها دي هنلاقي المواهب هتظهر انا العين الخبيره دي بقى ازاي بنقي ناس بطريقه ونقول لهم انتوا طب انتوا كيفيه اختيار الانسان الخبير اللي يعمل ده. انا خدت بالك اللي بيقول لك مثلا لازم يكون كان لاعب كره مهاري مثلا او الكلام ده كله، طب يدرس ايه؟ يبقى اكيد في حاجات بيدرسها والكلام ده كله. احضر ابعت 5 6 7 ده احنا لو عايزين نعمل كوره يطلعوا مع فتره معايشه او يدرسوا بره نعرف ازاي تنقي حد، ودول يغرقوا مصر كلها، ربوع مصر كلها، ومن دول برا اطلع لافريقيا، وانا حد صغير اجيبه. بس في معادله تانية شويه في الكوره الناس بتتناقش دايما فيها يا استاذ ابراهيم، بنلاقي لعيب في فريق كبير، لعيب في الدرجه الاولى، واحيانا في المنتخب، بنلاقيه مش موهوب على الاطلاق، لا يمتلك مهارات كره القدم اللي هي التالنت اللي هي بتبقى موجوده في الانسان بالفطره، ولعبه ما فيهوش اي ستايل ولا شكل جمالي، لكن مدربين متمسكين بيقولوا اصل هو له دور، بيسمع الكلام الاجهزه الفنيه، التكليفات الخططيه، ففي اسباب تانية صعدته وصولا للفيرست تيم في ناديه وفي المنتخب، وحجز مكان اساسي مع ان لمسته في الكوره ما فيهاش اي امتاع للي بيتفرج. يا ما هو ده ما هي الكارثه دي رد على الناشئين. في مراحل الناشئين لو انت مثلا خدت سن 15 سنه 16
فبتلاقي هم في مرحله سنيه واحده بس، بتلاقي في واحد اسمه فاير وما عندوش فكره على الكوره، المدرس ماسك، المدرب ماسك فيه بايديه واسنانه عشان الجانب البدني، لانه حاطه يا اما يا اما بيحط راس حربة يدهوس في القدام وبيجي تيجي في قفاه تخش الرون ولا كلام، يا اما حطه ورا ان اللي يجي يفوت يموت. خدت بالك؟ ويقعد ده قاعد معاك 7-8 سنين اكل شارب نايم وتصرف عليه وفي الاخر مش هيكمل، ولو حتى لو كمل ما هو في الاخر ما المساله احنا المعايير عندنا ايه؟ هو انا بختار حد دي كوره يعني، هل يمكن ان انا اجيب حد مثلا في 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 مسابقه ما بيعرفش يرسم مثلا هاخده انا في في اتليه عشان موضوع فني هيبقى رسم، او حد ما بيعرفش مزيكا اجيبه انا هيعمل حاجه؟ ما هي دي في الكوره. الموهوب ليه؟ لان الموهوب ده اللي هيمتعك وهو اللي هيجيب لك فلوس واللي تقدر تبيعه بفلوس، دي صناعه. الصناعه لا مكان فيها لغير الموهوبين يا جماعه. الكبير بقى والكلام ده كله ده موضوع تاني. انا بقول لك في قطاعات الناشئين كان بيتمسك بالكبير ده اللي هو كل كره بتطلع من رجله بتكسر فانوس في الملعب او بتعور حد في الشارع، وانا متمسك بيه لانه بيكسبني. طب انا عملت ايه بالمكاسب اللي انت خدتها؟ انك كسبت 14 و15 عملت بيهم ايه؟ ادتني للكره المصريه ايه في الاخر؟ ما ادتنيش حاجه. طبعا مردودها ضعيف جدا، احنا بنضحك على نفسينا. وعشان كده بقول يا جماعه لغايه 14 سنه نخليها مسابقات في الستايل، او نخليها مسابقات بس ما تبقاش الضغط عشان الضغط العصبي. ونمره 2، انا يهمني ان انا في الفتره دي اعلمه كوره، وبعدين اخلي الكوره عنده بيأديها بقى لا اراديا، يعني بيتصرف في كوره اراديا عشان ده يبقى في التكتيك. يوم ما نعمل ده هنبقى زي هولندا وزي امتى يبقى عندنا اختيار للاعبين من بلاد تانية في مرحله اقل شويه عمريا من الفريق الاول؟ وده اللي بيحصل هنا، انه بيدور على لاعبين تانيين 16 15 17 سنه في بلاد تانية وفي قارات اخرى عشان هيفيدوه لما يستمروا معاه 4-5 سنين لحد الفيرست تيم. احنا عندنا بندور على اللاعب الاجنبي في الفيرست تيم بس. ما انت ما انت ما احنا مش شايفين، احنا 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 بنلعب كوره عشان نغيظ بعض. خلي بالك، عشان نغيظ بعض. يعني انت طول السنه الغيظ بيبقى قليل لغايه ما نشوف مين اللي هيكسب، ونكمل بقى لفتره الصيف والسنه اللي بعدها نغيظ بعض. طب انا اديت للكره المصريه ايه؟ اديت. انما تعالى شوف بقى العائد المادي بتاع ده، وتعالى شوف بنقلك هيبقى عند ده كله بيعود للمنتخب. انت لو انت ولادك انت اللي عندك دول هتبقى، لو انت عملت في مصر ده الكلام ده كله هتلاقي على الاقل كل فتره زمنيه 20-25 واحد موجود. اكيد. او فرق البطوله لما بتدور على لاعب من خارج مصر في مرحله عمريه اقل شويه هيظهر وهتكون الصفقه اقل تكلفه وهيكمل مع الفريق ويبقى نجم. هيكمل برضه عشان خاطر ايه؟ المسابقات. يعني انا النهارده بدور، انا النهارده وانا لو جبت لاعب موهوب من تنزانيا من هنا وحطيته في الحضانه بتاعتي دي اربع خمس سنين لحد من سنتين، انا عايزه سنتين يلعب معايا سنتين او سنه وابيعه هيجيب لي مبلغ قد كده اصرف بيه واعمل بيه لعيبه تانية. هي دي الكوره دلوقتي. هو ده مش موجود عندنا خالص النوع ده من احنا ما عندناش حاجه خالص. طيب لا استنى، هو هنا اتكلم على شخصيه الفوز. شخصيه الفوز اللاعب يقول لك شخصيه، في لاعب عنده شخصيه الفوز يبقى عنده الحميه يعمل ده، وفي لا، ودي بتفرق خلاص. انتهينا. عندك شخصيه انه ما يقبلش انه ما يكسبش، انا عايز ده، عايز الشخصيه دي. اذا كنا عايزين كوره ونتمتع الكلام ده كله، انما هجيب لي ناس مستانسه ولا هجيب لي يخسر عادي ما عندوش مشاكل، ما يزعلش او مش مقاتل في الملعب، واكل كبده خنزير ما فيش، ما عندوش، ما فيش فرقه معاه. لا، هو شخصيه الفوز، انا عايز شخصيه الفوز دي. دي نقطه مهمه. بعلم الشخصيه دي امتى؟ في السن الصغير. على فكره ما اقدرش اعلمها له كبير. بعلمها ولا بكتشفها يا استاذ ابراهيم؟ لا من انا من انا 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 ان هو الطفل بيقول لك ايه؟ هو ليه بيقول الطفل في السنه 5 سنين الاولانيين هم دول مفتاح الحياه كلها؟ لو في اب او ام اتعاملت مع ابنها من غير قصد في فكره ان يعمل حاجه تضربه وان تعمله دي ما بتاثر على شخصيته. هو الشخصيه بيتم ال5 سنين الاولانيه اللي هي ملامح الشخصيه بتاعت الطفل كله بيعيش بها بقيه عمره. الشخصيه عموما اللي هو بيبقى حاسس ويقدر يعمل وعنده الكلام ده كله. انا لو لازم يبقى، عشان كده لازم بيبقى فيه كان برامج في التلفزيون وبرامج حاجات للاهالينا اللي ممكن يبقى مستوى تعليمه قليل والكلام ده، اقول له لا خلي بالك لما يعمل كذا تعمل كذا، خلي بالك انت لو عملت كذا بتعمل فيه كذا، خلي بالك ان ده يا اخي بيقول لك لو كبر ابنك خويه لما يكبر في السن شويه تبتدي انت بتناقشه وبتتعامل معاه بطريقه ما. دي مكونات الشخص في الكوره. ما انا باخده سن صغير 10 سنين كشخصيه كوره، اول حاجه بعلمه ان انت بتلعب. هو الكوره بنعمل ايه؟ هو الهدف من الكوره ايه؟ انا في جون هنا وهنا وجون هنا، انا شغلتي ان انا من هنا ان انا عايز اجيب اكبر عدد من الاجوان في الفرقه الثانيه، وهو داني عايز يعمل هذا الكلام، واحنا هكذا.
لو هو ما عندوش الفكره دي. احنا بقى علمنا عيالنا ولادنا ايه صغيرين مدربين، لان المدرب في النادي مرتبط عقده بانه هيجيب بطوله 12 ولا 13 ولا زي، فينزل يقول الاولاد انا معايا نقطه ايه تعادل. ده حصل بس انا ما اقدرش اقول اسماء، ده كان مدربين في فرق الدرجه الاولى وفي لعيبه كتيره لو سمعاني هيعرفين مين اللي قال كده بقى الله يرحمه. فيقول انا معايا نقطه التعادل معاه يعني، فانت معناها انك انت بتلعب عشان تدافع. انا مش انا ما هو انا في كوره انا بلعب عشان ادافع، انا بلعب عشان اعلمه انك انت ثقافه تكسر. الفوز دي انه عايز ثقافه شخصيه الفوز وثقافه الشخصيه دي بتتكون في السن الصغير، مقاومات كتيره جدا بتعمل ده وهي دي الجزء الثقافي اللي موجود في انه عشان تعمل السيرك الكروي ده في المدارس الموهوبين دي حالات كثيره جدا منها دي. نشوف طيب هننتقل فيديو اخر يجيب عن هذا التساؤل، كيف تعمل مدارس الناشئين في العالم ومنها اياكس. مدارس الموهوبين في صلب عمل الاكاديميه لا يكون نظر لاداء اليوم وانما كيف سيتم تطوير الاداء غدا. إليك المثال من مدرسة أياكس. اللاعب المغربي الهولندي ناصر المزروعي الذي يمثل المنتخب المغربي يلعب لأياكس ضمن الفريق الأول. من دواعي سروري أن تم ضمه لمنتخب المغرب. لقد كان ضئيلا جسمانيا يكاد يكون الأقل في هذه السن. أكاديمية أياكس اهتمت به طبيا وبدنيا. بدأ النمو حتى أصبح أحد أهم اللاعبين فنيا وبقدرات بدنية عالية مع الفريق الأول. في بعض الأكاديميات الأخرى ينتهي اللاعب في عمر 13 أو 14 بسبب ضآلة الجسم، لكننا ننظر إليه باعتباره استثمارا للمستقبل. الآن المزروع واحد من أفضل ظهراء الجانب الأيمن في أوروبا. ده كلام مهم جدا، وكمان بيفكرنا بان حضرتك كنت ركزت في حلقه في حوارنا في حلقه سابقه على تجربه اكتشاف الموهبه ورعايتها حتى لو ده مكلف وفي مشكلات زي تجربه ميسي مع برشلونه. نفس اللي بيتقال ما هو يعني هو اتكلم على ميسي مع برشلونه خدوه برضو كده عملوا حاجه تانية خالص يعني، ابتدوا معاه من كل حاجه، كان عنده كان الامر معقد عنده واكثر عظام وعنده ما اعرفش وعنده يعني ما عندهمش بدرسه، كان عنده يعني عنده حاجات كتير. بس ده كان على اساس انهم اكتشفوا موهبته، انهم كانوا على يقين انه موهوب، عشان هو موهوب. فانت ازاي بقى اهم حاجه انك عندك الشخصيه او الانسان اللي عنده قدره ان يكتشف ان ده موهوب. معنى كده انك انت بتعمل المستحيل. طب الموهوب ده عايز ايه بدنيا زي المرزوعي او المزروعي ناصر المزروعي ناصر؟ طب عملوا ايه معاه؟ اكيد عملوا له برنامج غذائي، واكيد عملوا له برنامج وعملوا له تحاليل لكل شيء وشافوه كله لغايه ما بقول لك بقى احد يعني احد اهم الناس اللي بيلعبوا في الجانب الايمن في اوروبا. ده هو ده هو ده هو ده الموضوع. فانت فاذا انا يبقى مش هيخش المكان ده الا الموهوبين. هو بيقول لك في اكاديميات كتيره جدا في 13 14 سنه بيسيبوا الولد بيعمل، فبيكمل بيمشي اي حال. احنا عندنا لاعبين مواهب مولودين النهارده في مصر، لو كانوا خدوا لياقه بدنيه كويسه مولودين حاليا في الدوري المصري، اقسم بالله كانوا يبقوا حواد كوره في العالم. حواه يعني كان حاوي كوره. وهقول لحضرتك حاجه، في ناس نجحوا كمان ونجاحهم كان كبير سواء مع اهلي او زمالك او منتخب مصر ولهم تجارب ناجحه، لكن موهبتهم الناس كانت بتقول حتى لو الفتنس كان اعلى شويه وقوتهم والتحاماتهم وسرعتهم كانوا بقى من اشهر النجوم في اكبر الانديه. لا انا بقوله مواهب يعني، انا النهارده بقول لك حاوي في الكوره، انما يعني حضرب المثال مع احترامي الشديد لموهبتهم ونجاحاتهم، وهم طبعا من ابرز النجوم في تاريخ الكره المصريه، وليد صلاح الدين من الاهلي وحازم امام من الزمالك. وليد صلاح الدين اجماع الاراء وحازم امام كذلك، الكل بيقول لو كانوا بيتمتعوا بقدر اعلى من السرعه ومن الفيزيكال فيتنس ومن القوى البدنيه في الاداء، حتى لو هم عضليا كانوا بيتمرنوا كويس، كانوا ممكن تستمر تجاربه او يبقى لهم تجارب احترافيه ناجحه مستمره مع اشهر انديه العالم. حد هيقول لي طب ليه ما قدرناش نعمل لهم كده؟ ما ينفعش. ما ينفعش ان نعمل له كده. الموتور اللي هو القلب والرئتين بيتقفل خلاص، يبقى كذا سي سي الموتور ده 500 بقى ولا 8000 ولا حاجه بقى الحاجات الجامده دي كلها اللي هي العلاقه ما بين القلب والرئتين وقدرتهم على ان هم يعملوا اكبر ضخ دم واكسجين لاطول فتره ممكنه، هي دي اللياقه البدنيه. هو ده الموضوع. ده بيتعمل في الفتره زي ما بقول لحضرتك كده، من اول ما بياخد 11 بديله تمرينات مقننه لغايه ما اوصل لغايه 20 قفلنا بخ خلاص. طب انا وما دام طالما ان اللاعب ده مش موهوب جدا انما ما يقدرش يعمل في الماتش الا كيلو ولا 2 كيلو، طب اعمل بيه ايه؟ وده موجود عندنا حاليا،
فاحنا اذا عندنا المواهب، احنا عندنا المواهب اللي كنا ممكن نباهي بيها العالم. حدش يقول لي طب ما صلاح، صلاح ده موهبه فاضل، ده حدوته ثانيه مالناش دعوه، ده ربنا عملها لنا مثال عشان نختش على دمنا وندور على العدل. ونعرف ان المصري ممكن ينجح. عندنا إن عندنا هتقول لي في لياقه فطريه، اه في لياقه فطريه. يعني ايه؟ يعني ربنا خلق ده كده فطريا كده. كرم جابر كان كده. كرم جابر ده واحد من انا بعتقد ده اعظم لاعب مصارعه في العالم. بيلعب في وزن التقيل وبالتركيبه وبالمهاره والمرونه دي والفنيات. مهاره ايه ده؟ بيلعب مصارعه زي الكتاب ما بيقول. واللياقه انت عارف الوزن التقيل كله بيبقى كتل لحم، بيبقى الفنيات قليله جدا فيها. فدي ما في موهبه فطريه، في موهبه فطريه. ما حدش شاركن بقى ان كل موهوب حب عنده موهبه فطريه. لا، لازم نعرف ان انا لازم انا فهي مشكلتنا ان المواهب بتاعتنا للاسف ما بنعدهاش بدنيا، للاسف صحيا ما بنعدهاش صحيا، للاسف ما بنعدهاش ثقافيا، للاسف بنحرقها في مراحل الناشئين. لان بيلعبوا بايه بقى؟ بيبقى عنده 14 سنه فبيلعب 14 و15 وبتاع 17 بياخدوه ويبسطوه، فهو نتيجه التدليل ده فبيلعب الماتشات، ما هو مش فاضي، ده بيلعب في ثلاث فرق فما بياخدش اي برامج تدريب، ففي الاخر بينتهي قبل ما يبدا. يعني حضرتك متفق مع الاراء دي اللي بتقول ان كان عندنا مواهب كتير قوي في تاريخ الكره المصريه، مش كان وعندنا ما زال ممكن تبقى لها شان اخر في الكره العالميه لو كانت اعدت او لو تم تدارك الامر واعدت بدنيا بشكل كويس في السن الصغير. هو في السن الصغير طبعا هو ده اللي بيعمل خلص. فرق كبير مع اي لاعب. طيب هننتقل لفيديو اخر بيتكلم فيه مارك فوتا عن الفارق بين الاكاديميات في هولندا وفي افريقيا. Of course, I've seen very good academies around the world, not only in Holland. لابد أن أعطي الأكاديميات الهولندية حقها بخلاف أياكس، لأن الأندية الهولندية لا تملك الأموال التي تضاهي تلك التي تملكها الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، وحتى فرنسا يدفعون أكثر. بالتالي تلجا الأندية الهولندية للاستثمار في أكاديمياتها. نحن نجيد إدارة المواهب، نعلم مدربين ذلك في هولندا. بالمقارنة بين الفلسفة الهولندية وبعض الدول الإفريقية من واقع تجربتي، هناك أندية كبرى في إفريقيا تبحث فقط عن نتائج وانتصارات حتى ولو كان الفريق تحت 11 أو 13 أو 15 أو 17 سنة، يبحثون فقط عن نتائج ليس عن تطوير وإدارة المواهب. على النقيض في هولندا، نبحث عن تقديم لاعب موهوب قادر على تمثيل الفريق الأول. زرت بلدانا كثيرة في إفريقيا يبحثون فقط عن النتائج، يديرون المباراة ولا يديرون المواهب. إذا حققت الفوز يفخرون بالمدرب، لكن الواقع يقول إن النجاح في قطاعات الناشئين يتمثل في تقديم لاعب أو اثنين في كل موسم للفريق الأول، ولكن في بعض البلدان يتم التعاقد مع مدرب للفريق الأول لا يجيد التعامل مع اللاعبين الصغار، يبحث فقط عن لاعبين جاهزين وأصحاب خبرات ويجلسهم بجواره على مقاعد البدلاء، في حين أنني أفضل وجود خمسة أو ستة لاعبين صغار مع الفريق الأول. هذا يصنع نوعا من الغيرة المحمودة التي يمكن إدارتها لصالح الفريق. إيه رأي حضرتك يا أستاذ إبراهيم في الكلام ده؟ هو النهارده قال أكتر من نقطة مهمة. قال كل اللي شفته في أفريقيا يعني ولا عندنا يعني كده إن الفريق 11 و 12 بيبحثوا فقط عن النتائج وليس عن تطوير وإدارة المواهب. خلاص يبقى انتهت الموضوع. بخ. مش هنتكلم في أي حاجة تانية، يعني إحنا ما عندناش أي حاجة. لأنك أنت لما بتجيب لعيب طب خلاص حط اي 11 واحد واجسامهم فايره في السن ده وهيكسب اللي قصاده ده وخلاص وبيدوروا على المكسب وهم ده اللي بيدوروا عليه، فهم بيدوروا على النتائج وليس بيدورون المواهب. ودي النقطه المهمه، هل انا الهدف بتاعي ايه في مرحله الناشئين؟ اطلع لعيبه ولا اكسب بطولات؟ وهعمل ايه بالبطولات الصغيره ديت؟ انا اكسب لعيبه عشان خاطر اقدر يبقى ده راس مال بستثمر وده هيفيدني في الفريق الاول ومستقبل فني للفريق ده في الفريق يعني. وللبلد للوطن وللمنتخب كمان للوطن. فهو دي النقطه الفلسفيه، هو ده الموضوع ان احنا عندنا خلاص يعني. هو بيتكلم بيقول لك ان في بيجوا مدربين شفتهم بيجوا بيلعب الناس بقى عايز لعيب جاهز وبيلعب يكسب بيه البطوله، ياخد هو المدرب ياخد القرشين اللي واخدهم بياخد بالدولار ولا باليورو ولا بالبتاع ده ويمشي وكسبت البطوله. اديتني ايه بقى انت في الكلام ده كله؟ مفيش. اديت فرص قد ايه تطلع لعيبه صغيره؟ مفيش. فهو المساله كلها دايره على هذه النقطه، هل احنا بندير مواهب ولا بندير نتائج؟ طيب الاشكاليه هنا هو ضرب مثال، يعني انا اسف، هو بيحكي القصه بتاعت ان في مدربين لا يجيدوا التعامل مع اللاعبين الصغار
حسيت كانه بيحكي او بيتكلم عن مانويل جوزيه، ومانويل جوزيه تجربته كانت اكثر من نجاحها مع الاهلي، واعتمد فيها على تمويل الاهلي ودعم النادي الاهلي له ولقراراته الفنيه، وجاب له اللاعب الجاهز من كل انديه مصر ومن افريقيا، فاصبح نجاحه منقطع النظير. بس ما كانش بيعمل جيل للمستقبل، يعني اول ما الجيل ده بدا يتوارى فنيا وبدنيا خلاص حصل دروب. كان غصب عن عين جوزيه لو انا كان عندي لو احنا في مصر فلسفه مصر، اصل دي على فكره اهمال الناشئين في مصر ديت ده سلو بلدنا، ده قناعتنا، ده في كل حاجه مش في الكوره. هو انت ما تيجي تشوف التعليم الابتدائي، يعني التعليم الابتدائي اي حد بيروح يعلم في الابتدائي، يا عم ده انا عايز احسن مدرسين في الابتدائي، لان انا بصنع الانسان ده من السن ده. فاحنا دي فلسفتنا. انا بقى لو انا فلسفه الكوره في مصر هنا، لو فلسفه قطاعات الناشئين، كان جوزيه هيلاقي عنده طالع له ايه، كان غصب عن عينه هياخد دول. ما فيش عناصر مميزه جدا، ما فيش طبعا. ما هو انت بتصنع في السن، اصل ده احنا لازم نغير فكرنا. لازم نغير، لازم اعمل ميزانيه لقطاع الناشئين بس أكبر. مش ميزانيه كبيره، ميزانيه كبيره بس مش هصرف على لعيب مش موهوب. ده لما يبقى حرام. انا باخد المواهب بس عشان اطلع لعيبه، لان هم دولت انا صرفت عليه 10 قروش هيجيب لي 1000. هي دي لازم نعيد النظر في التمويل وفي الامور الخاصه بالهيكله الماليه في قطاعات الناشئين وفلسفه العمل. نقتنع بقى على مستوى، حضرتك بتتكلم على مستوى الرياضه والكوره والتعليم وكل يا شيء يا سيدي، وده في لعبات انا ما بتكلمش كل المجالات حتى في كل حاجه. انا بنعمل ده يعني ده لازم يتعمل، ده لازم بتفكيرنا كده. فانا النهارده عشان اعمل ده كده، ده فلسفه الدوله. انا بقى لو بعمل الكلام، اتحاد الكوره مش هيعمل الكلام ده، هو مش هيعمل الكلام ده، انا كدوله كوزير شباب، انا لو وزير شباب اجيب الراجل ده واجيب خبره بقى في كل اللعبات التانية من السن الصغير عشان اغير مفهوم الرياضه. وانا عشان كده انا بقول على الدوله انها تحط ايدها على القطاعات، الدوله ما تسيبش المساله للقطاع الاهلي. القطاع الاهلي مش هيعمل ده، القطاع الاهلي عايز الفرق الكبيره والمنتخبات عشان يسافروا بقى هم معاهم واللجان والمدربين والاتحادات والبلوكه اللي انت شايفها دي. يجي النتائج ايه؟ يقول لك تمثيل المشارك. طيب هي الاشكاليه على مستوى العالم استاذ ابراهيم، صراع الانديه الكبرى في عالم كره القدم على انها دايما فريقها يبقى في احسن حالاته ويحصد الالقاب، وبين انها تدي فرص لتجديد الدماء. عشان كده اياكس رغم نجاحه وعودته دلوقتي للظهور في المشهد ما كانش بياخد بطولات كتير الفتره اللي فاتت. يا سيدي ما هو فريق عريق، هو خلاص ده هيبقى. هم في هولندا هم ما بيبصوش للمساله اكتر انه مراكز تفريغ. وخلي بالك لما هيبقى في ولاد من عندهم اللي حاطينهم في المواهب دي يعملوهم، ما هو رجع له للمنتخب تاني يعمل له تطور على مستوى المنتخب والانديه، هيسافر ويلعب هنا وهنا. في انديه ممكن ما يبقاش فلسفته انه يعمل ده ويشتري وخلاص، هو حر، بس هي في الاخر دي صناعه. انا بتكلم عليا، انا بتكلم عايز انهض بالكره المصريه. الكره المصريه مش هيتم النهوض بيها الا لو غيرت نذريا فلسفه. انما النهارده على دوري الاحتراف والكلام ده بيقدم لي لعيبه ايه؟ ده كل فريق عنده 4 لعيبه. طب ليه حضرتك تفتكر ان تجربه الهولندي كروفر مع النادي الاهلي لم تستمر، وكان الكل بيشيد بيها، والراجل ده كان الاعلام بيتكلم عنه انها تجربه هتفيد الكره المصريه كلها مش النادي الاهلي بس، وده النمط اللي بنتكلم عنه، بناء فريق للمستقبل او بناء نمط لاداره امور كره القدم منذ الناشئين وحتى الدرجه الاولى؟ لانك انت عملت تجربه، انما الفكره كانت التجربه دي كان الكابتن صالح الله يرحمه فبيؤمن بده كله. انما في الاول وفي الاخر، ما انت ما احنا الدوله العميقه، ما انت في الاول والاخر بتقول قرار والكلام ده كله فيه مقاومات كتيره جدا، لانك انت مفهوم الراجل والكلام ده انت هتغير فكر المدرب ده، هيبقى نوعيه المدرب ده هيختلف، الناس اللي بتشتغل في الشغلانه دي هيختلفوا، وعشان يخاطر حد يشتغل في ده عايز يدرس ويتعلم والكلام ده، ومش عايزين يعملوا كده ده من المسألة. هيختلف مع شكل المصالح الموجود في الوسط وفي المجال كله، عوض منه العوض. فانا النهارده ازاي نقدر نعمل ده؟ عشان كده بقول الدوله، لازم الدوله. انا النهارده انا الدوله قطاع الاهلي واللعيبه كبار، وعشان اللجنه الاولمبيه الدوليه والحكومه ما تدخل يا عم اعملوا فوق. انا ههتم بقى بقطاعات الناشئين. انا كدوله، انا النهارده مريب، انا النهارده خبره زي في الكوره، واجيب خبره في انا عندي اللعبات اللي انا عايزها. ايه؟ انا عندي مصارعه ورفع اثقال، 3-4-5 لعبات اللي انا المنافسات اللي هي في المنازلات ديت، ان انا بقدر اعمل، انا تاريخيا ان انا بعمل، انا اجيب لي دول كده، احط برنامج. مش هجيب مدرب للفريق الاول برضه، لان الرباع اللي طالع لي، احنا مفروض ان احنا في الحديد ورفع الاثقال ان احنا نكسر الدنيا. الله، ده انا عندي البنت الصغيره نسيت اسمها للاسف، يعني انا اسف جدا ان نسيت اسمها. لا عامله، لا مش ساره، ده طالع برضه من الاسماعيليه برضه،
ومركز شباب في الاسماعيليه مكسر واخده ميداليتين في بطوله عالم. حضرتك بتقول ان احنا بالفطره مميزين في الرياضات يا سيد الفاضل. انا بقى لو انا من السن الصغير جبت المدربين للسن الصغير اجيب الخبراء للسن الصغير هيكتشف لي اميز عناصر هيطلع 100 بطل. انما انا بجيب مدرب حتى لو جبت مدرب اجنبي ولا حاجه بجيبه للكبار. طب ما هو الراجل ده طالع ناقصه حاجات كتير هيعمل فيها ايه. حضرتك بتتمنى بقى وبتقول انه بلاش بتتمنى عشان بتزعل منها يا استاذ ابراهيم. بتقول ده ضروري وحتمي لازم نخلي دايما فكرة الاستقدام خبير أجنبي يطور أي لعبة أو أي رياضة لقطاع الناشئين هي فيها. بس مش كده مش تمشيش كده. هو لازم نقعد كده مع بعض. أولا احنا بنقول احنا عندنا في لعبات المفترض ان احنا نعمل فيها حاجة كويسة جدا. طيب نعمل ايه بقى في اللعبات دي كلها اللعبات الأخرى عشان اللعبات الأخرى دي مظلومة جنب الكورة. انا النهاردة وبالنسبة للكورة انا عايز اصلح كورة والعب كورة بجد وابقى كويس بجد. لا يبقى نبتدي نهتم من تحت الدولة هنا بحيث ان انا دولة. ليه؟ لان الدولة مطلوب منها انها تقدم لي مش اقل من 3-4 آلاف قطعة ارض صغيرة اعمل عليها ملاعب الخماسية الصغيرة ديت عشان الممارسة. وانا هعرف الموهب منين غير ما يلعبه. فانا عايز ان النهاردة 25 مليون طفل الصغير او حوالي بيبقى 20 مليون في السن الصغير ده يلعبوا. فانا عايز دولت يبقى فرصة ممارسة. طب بعد الممارسة ايه؟ وانا بعمل الكلام ده اكون نقيت انا نقيت اسال بره انتوا بتختاروا ازاي الراجل اللي هيبقى خبير اللي هيبقى اللي كنا بنقول عليه كشاف زمان اللي هو خبير اكتشاف المواهب. يقول لك احنا عايزينه كان بيلعب كذا او بيعمل كذا وكذا ونعمل. طب يا عم انا هحضر لك همت وخد اعمل لهم دراسات بعد دول من دلوقتي وابتدي اعمل ملاعبي. ابتدى الملايين تلعب. لما الملايين تلعب هطلع لي مواهب. المهم بقى اول ما تطلع المواهب ديت اروح واخدها في السن الصغير كل ما لقطته وهو صغير قبل ما يبوظوه وقبل ما حد يلعب خلاص. لا 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 انا خلاص بقى دخل في تخطيط سياسه عمل للرياضه. انا ممكن بقى اعمل المدارس دي موجوده يعني اعمل في الصعيد واحده وفي واحده يعني مدرسه يبقى تجمع ده كده ويبقى فيها بقى ناس بتدرس وفقا للكلام. وحضرتك بتقول لو استعنا بكوادر اجنبيه عندها خبرات كبيره او مميزه فنيا في الرياضه في هذا المجال او ذاك يبقى الاستعانه بيها للقاعده العريضه اللي هتمارس الرياضه. ايوه هو ده كده للقطاعات الكبيره من الناشئين. وانا ده بيحط لي برامج وبيعلم الله هينفذوا البرامج وبيعين بيجي كل شهر ولا شهرين مره يشوف ايه اللي بيتكلم ده. في 5-6 سنين هتلاقي عندك أمم. احنا عندنا الدرجة الأولى المنتخبات الخبير خلص. الأجنبي اللي جاي عشان المنتخب. لا خلاص وانت هنا كده. مفيش تاني بقى تحت طريقة الشغل مختلفة يعني الناشئين. انت لما يجي أجيري ولا الأبلي الراجل الأبلي ده الله يسامحه أو غيره هيعمل ايه؟ هيقدر يغير ايه في ايه؟ انت فاهمني؟ ده هو عقد واخد لعيبة عقدت على كده. صعب جدا حتى نسبة التغيير اللي ممكن يحدثه هتبقى قليلة جدا. ولا يعني. طيب هننتقل لمقطع آخر من مقاطع الحوار مع مارك فوتا المدير الفني الهولندي. التجربة مع إدارة تجربته شخصيا مع إدارات بعض الأندية سواء في هولندا أو إنجلترا وإدارة المواهب تحديدا في هولندا وإنجلترا. And by speaking about the Academy of Ajax, I have to give credit also to other academies in Holland. عملت في مدارس مختلفة ليس فقط في هولندا. أفخر بالفترة التي أشرفت فيها على أكاديمية نادي ساوثهامبتون الإنجليزي قبل أن أقود الفريق الأول. ولأنه ليس من الأندية الغنية فكان لنا تجربة في تطوير لاعب الأكاديمية منهم تشامبرلين لاعب ليفربول الحالي وزميله آدم لالانا وكذلك لوك شو ظهير مانشستر يونايتد. كلهم يمثلون منتخب إنجلترا حاليا. وإذا خيرت لاعب بين 7 أندية سيختار الذي يمنحه فرصة تمثيل الفريق الأول. وهو أيضا ما جسدته أكاديمية فاينورد الهولندي الذي مثلته سابقا. استطاع قبل موسمين أن يتوج بالدوري ويتأهل لدوري أبطال أوروبا ب8 لاعبين من أبناء أكاديميته. ويمثلون منتخب هولندا الأول الآن على الرغم من الأزمة المالية التي حرمت فاينورد من التعاقد مع لاعبين كبار أصحاب خبرات. لكنه صنع الخبرات بالمواهب من مدرسته. يعني ما كلمتين بساط. عمل الاكاديميه بتاعته 8 لعيبه بيلعبوا في منتخب هولندا وبيلعبوا في الفريق الاول رغم انه ما معهوش فلوس انما قدر يعوض الكلام ده كله. حل المشكله ما قدرش يشتري مش هيقدر يشتري ولا يدخل في السوق ده كله. هي في الاول وفي الاخر ده كنز اذا احسنت استغلاله. اولا احنا عندنا الكنز ده للاسف 80% ما بنشوفوش اصلا لانه ما لعبش كوره اصلا واللي بنشوفه ما بناخدش بالنا منه فلما بيجي الوقت اللي احنا بناخد بالنا منه يكون فات الميعاد.
بس فحضرتك بتقول انه حتى الفوائد الفنيه حتى لو ما قدرش يشتري لعيبه ده اصبح بديل له وبقى قوام الاكبر من فريق اكس. ومنتخب هولندا عنده 8 لعيبه بنتكلم ان ده تطوير للكوره وجود عدد كبير بهذا العدد من اي فريق سواء منتخب او نادي ان يبقى فيه ضمن صفوفه 8 من العناصر المميزه الموهوبه فعلا ده يحدث طبعا تطوير ونقله نوعيه لاي فريق. تطوير المواهب في هولندا والمغرب خلونا نشوف مع حضرتك. With the national teams of Holland, I had the pleasure to work with a great generation. لقد كان لي الشرف أيضا أن أعمل مع منتخبات هولندا وأنتج جيلا رائعا منه فان بيرسي وشنايدر وروبن وفاندرفارت وهونتلر وستيكلينبرغ وديريك كاوت. كلهم تم تصعيدهم لمنتخب هولندا الأول في سن 19 لينالوا قدرا كبيرا من التطوير. بالنظر إلى أفضل اللاعبين على مستوى العالم، تجدهم قد مثلوا منتخبات بلادهم في سن صغيرة. كذلك في المغرب كان هناك لاعبين صغار على مستوى متميز. لم يحصلوا على فرصة تمثيل المنتخب الأول. بالتالي قد يتوقف التطور بالنسبة لمستوياتهم. تنساهم الأعين. بالتالي تصبح فرصتهم الوحيدة أن يصبحوا لاعبين محليين جيدين ويضيع عليهم فرصة تمثيل بلادهم على المستوى الدولي. ايه رأي حضرتك او تحليلك لكلام الاستاذ؟ لا يعني كل الكلام اصلا مرتبط ببعضه وقايم على بعضه. هو حتى بيتكلم في التجربه بتاعته في هولندا وبيتكلم ده فبيقول ان 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 ان, إن, إن, إن اللعيب الدولي 19 سنه. ما هو احنا عندنا هنا بنستغرب قوي يعني ده وفي ناس لعبت 17 سنه طب لعيب دولي خلاص ما هو انت عملت له كل المنظومه دي صح هيبقى في سنه الصغير صح وهو اصلا لو ما لعبش لحق يلعب دولي والكلام ده كله هيقول لك هيستنى في المستوى المحلي خدت بالك يعني لو انا اهملت جزء من الكلام ده فاحنا اللي بنحصل دايما ان احنا عندنا عيال شباب صغير مواهب كويسه جدا 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 ما اهملناه يعني ما خدتش الفرصه واهملناها وما خد في المرحله دي احمد فتحي لما تم الالتفات الى موهبته قدراته الفنيه والبدنيه وبدا يبان قدراته وثقته بنفسه في مراحل عمريه مبكره جدا بقى لاعب في الاسماعيلي اساسي ومؤثر ومنتخب مصر عنده 18 سنه بدا 17 في الدوري الممتاز هو ده اللي بيحكي التجارب ده فانت ازاي انك هو السن ده كل لو اخترته وعملته الكلام ده راح في التراك تاني راح داخل في سكه تاني لو ما عملتوش عنده امكانيات كبيره جدا لم تحسن لا استغلتها ولا عرفت تتعامل معاها فسبته على حاله فنزل في الحته الثانيه هو ده الفرق بين الاثنين يعني حضرتك بتقول ان في اوقات معينه لابد فيها من نقله للاعب انه يبدا منتخب بلده يلتفت الى قدراته والاستفاده بيها ناديه يديله فرصه مع الفريق الاول لا هو في وقت لو فات اللاعب بيبدا هو لو انا النهارده عنده انسان موهوب زي المواهب اللي عندنا دي وما احسنتش استغلالها هيبقى حضرتك بتقول دي بتبقى مرحله في عمر اللاعب لازم ياخد فيها الفرصه الحقيقيه هو بياخد انا في هو في السن الصغير هو موهوب وانا لو اكسبت عناصر لك الصح قدرت اخد موهبته دي هفرضه على المنتخب الاول غصب عن الكل وهو 18 سنه انما لو هو موهوب وما احسنتش استغلاله بقى بدنيا والكلام ده كله هيبقى نص نص كده طب خلونا نشوف رغم انه امكانياته تسمح ليه كان انه يعمل ده ممكن يتوجه لنا سؤال مثلا عن الحلقه دي لحضرتك او لينا كفريق عمل يقولوا طب الراجل اللي تكلموا عنه ده كانه عامل نقله كبيره في عالم كره القدم الم تكن له تجربه سابقه مع النادي الاسماعيلي وايه الفارق اذا كان كلامه بهذه الدقه وهذه الأمور الفنية المرتفعة أو بهذه المميزات الفنية المرتفعة هل أحدث فارق مع نادي الإسماعيلي في تجربته من 2006 إلى 2010 ولا لا؟ الإجابة في حديثه عن تجربته مع نادي الإسماعيلي وفي الدوري المصري ومع الكرة المصرية عندما شرفت بقيادة الإسماعيلي عام 2006 كنت أملك قائمة من لاعبين شباب يملكون الموهبة منهم حسني عبد ربه وأحمد فتحي وعبد الله سعيد كنت أشركهم لتطوير موهبتهم ورؤيتي أنهم سيصبحون الأفضل في مراكزهم بعد سنتين أو ثلاثة هو ما حدث وبعد ذلك في عام 2010 عندما منحت الفرصة للسولية وأحمد حجازي وعلي جبر لقد كانوا وقت ذاك لاعبين مبشرين لا توجد أعذار لوضعهم على الدكة فأخذوا الفرصة وأصبح الإسماعيلي أكاديمية جيدة لإنتاج اللاعبين هنا بيتكلم بيقول يعني أحمد فتحي وعبد الله السعيد كان هو بيلاعبهم كان لسه صغيرين بيلاعبهم عشان يديهم فرصة لأنه عارف أنه هيبقوا كويسين يعني هو عارف أن دول بعد بيقول لك سنتين أو ثلاثة إنما لازم في مراكزه ولا قاله حصل ده صحيح تمام ونفس الحكاية بتنعكس على أحمد حجازي هو شوف راح فين
وسوليه وحجازي وعلي جبر. فده القصد من الكلام، القصد يعني ان احنا ازاي تشرك. هنا المدرب ده موهوب، استحمله. ما هو انت لازم هتستحمله شويه، رغم ان دول ما خضعوش للبرنامج اللي هناك. هو بيتكلم على هو على على تجربه ليه في في الاسماعيلي، لقي ناس موهوبين ربما ما كانوش واخدين الحظ بتاعهم في الخمس او اللي هي خدوا الحظ الكويس في الاعداد ده، انما هو لما لقاهم كده قال لك ما ينفعش. نفس سياسه العمل اللي بنتكلم عليها يا استاذ ابراهيم في مصر، مع تجربته حتى وان كانت لها قدر من النجاح تحقق مع النادي الاسماعيلي، ولكن دايما الاستعانه بخبرات زي خبرات مارك فوتا الهولندي بتبقى لتولي الفريق الاول كمدير فني، مش عشان يبقى مخطط لكره القدم او مستشار فني. لا، هو كان رايح للفريق الاول، لقي مجموعه من المواهب دي. كانت سياسه الاسماعيلي ساعتها ان انا بجيب، كان عاملين سياسه هايله جدا، كانوا بيطلعوا فريق صاعدين. هو ما كانش يعني. لا، هو كان بيلف من كل حته. هو احمد فتحي من الاسماعيليه، مش من الاسماعيلي اصلا، كلهم مش يعني ده، بس كانوا شاطرين بيعمل ده، وكان علي ابو الجريشه بيعمل ده. فبيجيب بقى من الصعيد ومن هنا. يعني انت لما احمد حسن لما جه، ما كان جاي من المنيا، من بركات، ما كان جاي منين. فانت ازاي بتجيب الناس دي في السن ده وتاخده عندك في المدرسه؟ بس بيشتغلوا على ايه؟ على قد الامكانيات. عشان كده بقول لحضرتك المقوله دي ظهرت في الوقت ده، حتى لو اللاعب مش من مدرسه الكوره او الناشئين في الاسماعيلي، شفناه في عمر الشباب بدا ينضم للفريق الاول، كانت الناس بتقول الاسماعيلي بيعرف يطلع لعيبه كويسه قوي. مش قصده هنا بقى اللاعب ده تدرج عمريا في الاسماعيلي ولا لا، الاسماعيلي عرف يختار. لا اقصد، ما هو ده اللي بنقوله، من اي مكان عرف يجيب لعيبه كويسه صغيره. الشطاره بقى، ما هو دي شطارتهم، يا ريت يعرفوا يعملوا كده. اكتشاف المواهب اللي حضرتك بتتكلم عنها. انا بجيب موهوب وحط عندي. طب انا بقى، هل البرنامج بقى اللي موجود في الاسماعيلي او غير الاسماعيلي، ان انا بعمل الصح بقى؟ لو انا عملتهم كانوا زمانهم بره ودلوقتي كلهم. طبعا اكيد البرنامج، عشان كده الناس كانت تقول الاسماعيلي بقى عدد مميز جدا من الصفقات، وعمل نجاح مالي، وطلع لعيبه تانية، وطلع نجوم، لعيبه مبشرين انهم هيبقوا. لان هو قدر، بس كان حتى كان بيشتري في سن، كان بيشتري في 17 و18 يعني، ما كانش، لان امكانياته ما تسمحش ان حد صغير يربيه. وبيعمل بطريقه على فكره، عمل بس باللي عمله يعني كل الاحترام والتقدير ليه. انما تخيل بقى لو عملنا الكلام ده، لو انا لحقت اي حد من الموهوبين دولت وجبته من السن من 10 و11 عشان اديله كل حاجه، كان زمانهم دول لعيبه بتلعب في العالم كله دلوقتي. بص حضرتك التجربه، لو بنتكلم على الاستثمار وفوائده الفنيه لاي نادي، لما اتكلم في فيديو من الفيديوهات وبيقول ان مؤسسه اكس عامله نجاح مالي وارباح تصل الى 190 مليون يورو. ده لغايه دلوقتي لسه ما باعش الباقي يعني. لغايه دلوقتي. وبعدين هو مش هتفرق معايا يلعبوا في اكس ثاني، خلاص هيعمل ده تاني وهيعمل ده، ما عنده مدرسه بتطلع. هي القضيه ازاي ان احنا يبقى عندنا ده، ازاي نعمل تجربه ده، هنعمل ازاي خلونا نشوف اخر فيديو من مجموعه الفيديوهات دي، لان عندنا لسه في الوقت المتبقي، لو اتسع الوقت هيبقى في بعض المحاور هنتكلم عنها ايضا على مستوى او عن الرياضه وكره القدم على المستوى الدولي والعالمي مع استاذ ابراهيم حجازي، لكن ان اتسع الوقت لهذا الامر. الفيديو الاخير بيتكلم فيه مارك فوتا عن المطالبه بتعديل نظام المسابقات، او هو شخصيا بيطالب بتعديل نظام مسابقات الشباب في افريقيا. مهمتي مع منتخب المغرب سواء الشباب أو الأولمبي لم تكن سهلة، وخصوصا في مواجهة منتخبات غرب ووسط إفريقيا، لأن هناك فارق كبير بين كرة شمال إفريقيا التي تعتمد على التكتيك والفنيات بشكل أكبر، وبين الغرب والوسط مثل غانا، الكاميرون، غامبيا، الكونغو، الذين يعتمدون على القوة البدنية والسرعة مع قليل من الفنيات. لذلك لم نتأهل بمنتخب المغرب الأولمبي أمام منتخب الكونغو، ولكن قدمت 6 لاعبين لمنتخب المغرب الأول وبقدرات كبيرة. أعتقد أيضا أن الاتحاد الإفريقي يجب أن يغير نظام التأهل، فبدلا من أن يكون عن طريق مباراة واحدة ذهابا وأخرى إيابا، يجب أن يكون بنظام المجموعات مثل أوروبا، لتحصل المنتخبات على فرصة لخوض 8 مباريات على الأقل، وفرصة أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات. مثلا البطولة المؤهلة للأولمبياد التي تستضيفها مصر في نوفمبر ستشهد مشاركة 7 منتخبات فقط، بالإضافة إلى مصر المضيف من مجموع 25 منتخبا إفريقيا. هو النظام الذي يجب أن يتم تغييره من قبل الكاف وبسرعة. تعليق حضرتك على آخر فيديو من فيديوهات الحوار مع هو بيتكلم إن في إفريقيا إنك أنت لازم تدي اهتمام لمسابقات الناشئين، بدل ما تبقى نوك أوت أو خروج مغلوب، يعني تديهم فرصة يلعبوا مع بعض، لأن كل ما زادت عدد المباريات هتعمل يعني صقل للمواهب دي، الكلام ده كله. وبرضه عايز أقول إن الكاف مش مهتم، الاتحاد الإفريقي
مش مهتم بحالات الناشئين. يعني الحالات بتتعمل كلها ايه، وعمل قبل كده منتخبات مش عارف الفريق الثاني ايه، وعمل المنتخبات الثانيه وفشلت البطوله. يعني كان باخد منتخب اول وفريق ثاني منتخب يعني منتخب الف وب، يعني كل التجارب اتعملت. طب انا لما عملت منتخبات الناشئين ما خدتش الرونق ولا خدت الكلام ده كله والاهتمام ده كله، رغم ان كل ده بيصب الاخر عشان اعمل كوره فوق. نفس التفكير ونفس هو بيقول نغير مسابقات، انا بطوع المسابقات لصالح ان انا اعمل بيها ايه. احنا زي ما بيقولوا حافظين مش فاهمين. انا النهارده اللي انا عايز اقوله ملخص الكلام ده كله مع يعني اولا بشكر يعني المدرب العظيم مارك فوتا. مارك فوتا بشكره جدا على ده، لان يعني الراجل ادانا وقت والكلام ده كله. بس انت بتتكلم لانه بيوري لك ان احنا ماشيين في السكه والدنيا ماشيه في سكه ثانيه. طيب انت كانت ممكن يبقى السؤال هنا، طب احنا نقدر نعمل زيهم؟ نقدر، لان احنا عندنا الاساس اللي يعمل ده. ما انت لو ما عندكش مواهب ما تقدرش تعمل ده، ولا تقدر تخش في الحدوته دي، ولا كنا نتكلم فيها نبقى نشتري بقى ولا نعمل حلو ولا نرضى باللي احنا فيه. انما انا عندي مواد وعندي قطاعات ناشئين، لو احنا اهتمينا بيها، احنا اهتمينا بيها بجد، اهتمينا بيها. وانا برضو بقول لازم يبقى فيه اهتمام دوله. انا الدوله لما تيجي تجيب حد زي مارك فوتا ده يجي يعمل لنا برنامج لخمس سنين او 10 او 8 سنين او 10 سنين من سن لسن، يعني مش اقل هيبقى من 7 سنين البرنامج ده. خدت بالك هيعمل فنيه، ومين يعمل بدنيا، ومين اللي يعمل ثقافيا وسلوكيا والكلام ده كله. انا كوزاره بعممه على، انا اللي بفرض ده على اتحاد اللعبه وبعممه على الانديه. انا بعممه على الانديه لان ده مشروع، دي خطه، ده بنسميها خطه زي عشان نعمل كوره في مصر نعمل ده تبقى خطه. وانا بقول للسيد وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي بقول له هو ده. انت كنت بتقول عايزين نعمل 1000 موهبه، من الموهبه مش هتطلع من الهوا حتى لو لقيتهم، المواهب بتصنع كده. يبقى بعمل ده البدايه بتاعتها منين بقى؟ انا اجيب حد يخطط لي. طب انا معايا المواهب هعمل فيهم ايه؟ نقيت ال1000 موهبه من هنا هعمل معاهم ايه؟ هنعمل معاهم الكلام اللي بيتعمل في الانديه دولت هيخيبوا. هل حضرتك تفتكر ان ممكن النادي الاهلي يكرر تجربه او يجري او يتعاقد من اجل تجربه مماثله او مشابهه وبنفس درجه الاجاده اللي كانت موجوده ليه لا طول عمره في تجربه كروفر؟ ليه لا ما يعملش؟ ما طول عمره ليه مبادئات يتعمل ده، يتعمل هذا الكلام. وحتى لو الدوله مش هتعمل هيعمل ده. وانا النادي الاهلي عاجز ان هو يجيب حد من بره يحط له البرنامج ده ويعمل هذا الكلام. النادي الاهلي دلوقتي بيعمل بيوسع في الاكاديميات، يبقى مفهومها كده. هنعمل اكاديميات لمكسب وفلوس، ده موضوع. هنعمل المكسب يعني فلوس، هعمل اكاديميات لموهوبين بجد عشان انا اكسب فلوس قد اللي كنت هكسبها من الثاني 10 مرات. نعمل الكلام ده وهي تجربه قدامنا اهي، نشوف ايه اللي الناس. وبعدين اصل التجربه في تجارب من بره ما تقدرش تمشي معاك لانك انت مختلف تماما في حاجات كتير. في الكوره المساله ماشي تمشي ده. انا دلوقتي خلاص المسائل قربت. النهارده بقى الاهالي النهارده عندهم استعداد انه ابنه الصغير يفرغه ويعمله من سن 10 و11 يفرغه ده، طالما انا هعلمه ان بدات الناس تنظر لكره القدم بشكل مختلف في احترافيه اكتر. فانت ما عندكش مشكله. فانت لما بتقول انا النهارده الانديه النهارده انا تعالى جبت ولد من اسوان، جبت ولد من العشير، جبت ولد من مرسى مطروح وحطيتهم هنا، بس انا عندي الاستعداد من دلوقتي من ابقى فاهم ان انا هصرف ده، انا هاكله واشربه وربما اجيب ولي امر، يبقى انا معيشه يعني هصرف كتير. بس انا لو اخترت صح وجبت مواهب صح ده انا هكسب كتير جدا وهفيد الكوره كتير جدا وهننقل مصر من حته بتنقل في حته قد كده في الكوره، وهيتنقل النادي الاهلي من بيلعب ده يقدر يلعب بقى بعد كده في حدوته كبيره جدا تاني. هو ده يعني احنا محتاجين قرارات ومحتاجين رؤيه، وحضرتك شايف انها لازم تبدا من الدوله، من اجهزه الدوله، لا انا الدوله وادارتها لامور الرياضه وخاصه لا واصل هو كان في توجيهات وتعليمات، وكان وزير الشباب قال ان احنا هنختار 1000 موهبه. طب ماشي هنطبق ده ازاي بقى؟ طب هنطبق ازاي؟ هو عندك وانا هكلم الدكتور اشرف، واذا كان لنا عمر في الحلقه الجايه نشوف رايه ايه في الموضوع ده. يا ريت، لان حضرتك بتتكلم على محورين في غايه الاهميه. كيف نكتشف الألف موهبة الأحق بأنهم تتم رعايتهم، وكيف يتم صقلهم بعد كده؟ لو اكتشفنا وجدنا الألف موهبة إزاي نعدهم؟ لو احنا مش هنلاقي 1000 موهبة في الكورة، بس بندي مثال يعني لو قلنا 300 400 200 100 بس، لكن ازاي نعد العدد ده بشكل؟ أتمنى في أول اختيار والكلام ده المواهب ده كله يبقى عندنا 30 35، أتمنى نلاقي. بس حضرتك بتقول مش بس الإشكالية في إيجادهم، الإشكالية في إعدادهم بشكل صحيح. ما أنا خلاص لقيتهم، طب هعمل إيه؟ طب يا كابتن هتعمل إيه بعد ما تلاقيهم بقى؟ نعمل ده. عندنا استعداد
نعمل نصرف بقى متين بقى نشوف الدنيا، لان اول حلقه في الطريق كله او اول خطوه في الطريق كله هي ايجادهم، ده احنا لسه بنبتدي لقيناهم لكن لسه بنحط برنامج العمل او انا بقى قبل ما ادور طور. واعمل الكلام ده اكون حاطط البرنامج ده، حاطط الكلام ده ازاي اجيب الناس اللي تعرف تختار المواهب عشان ما اجيبش حد يكون بيعرف يعمل حاجه ومسبقا ممكن يفيص مني في السكه. فانا من الاول نمشي مع بعض ايجاد المجموعه دي. انا النهارده مين المديرين الفنيين اللي هعدهم لهذا الكلام؟ مين الناس اللي اللي كنا بنقول عليهم زمان كشافين؟ مين مش عارف اللي نعمل ده؟ نعمل ده، وده البدايه، ده بدايه نقدر الطريق. نعمل ده ازاي؟ نحط لهم برنامج تقول النادي الاهلي يقدر يعمل ده، لان النادي الاهلي له مبادرات كتير وكان دايما له السبق في حاجه يعمل ده، واي نادي يعمل ده هيبقى شيء هايل جدا. يعني حضرتك شايف النادي مصر الاهلي مصر مليانه مواهب، امكاناته وتاريخه طبعًا. يعني يفرض عليه ويسمح له طبعا ويؤهله لانه يكون شريك في عمليه اكتشاف المواهب في مصر والبحث عن افضل مصر عدد مليانه مواهب. مصر مليانه مواهب. احنا كان المفروض احنا اولى من اي حته تانية. انا النهارده كان يبقى انا ليا مش اقل من من 100 واحد بيلعب بره، انا محترف بره على الاقل، على الاقل، ونبقى مقصرين في حق نفسنا. احنا كان في محاور الحقيقه كتيره جدا وبالتنسيق فاضل قد ايه على الوقت؟ فاضل قد ايه؟ هم يبلغونا زملائنا يقولوا لنا فاضل قد ايه في الوقت، لانه مش هقدر ابدا بالحديث عن 5 دقائق، فما اعتقدش ان احنا هنتكلم عن هذه المحاور لانها تستحق انها تاخد مساحتها في الحديث في الحلقه الجايه. طيب هو بس يعني لو حضرتك عايز تعلق على حاجه منها سريعا اتفضل حضرتك في اطار. لا انا بتكلم ان احنا يعني كان عندنا احصائيات عن عدد حضور الجماهير، هنناقش ده في الاسبوع ممكن ده نتكلم عنه الاسبوع الجاي. تجنيس اللاعبين بقى العرب واوروبا، يعني كان نفسي نعرف مثلا قطر مع احترام الكامل يعني تعالى لما نشوف مدنسين كم لاعب، اعداد كبيره جدا، عدد كبير. فده كان موضوع مش بس في كره القدم، يعني فكره تجنيس اللاعبين فوائدها واضرارها فنيا على اي منتخب يعني منتخب في اي دوله، ده محور من المحاور اللي من الاهم. الحاجه اللي يا ريت نتكلم فيها العنصريه بقى، حكايه العنصريه بقى دمها تقيل جدا زادت الفتره اللي فاتت او رجعت للملاعب بشكل حاد جدا. ويعني وزاره طبعا انا برجح ده كلام ليه؟ لان ده عوده ظهور اليمين المتطرف في أوروبا، وهي دي الإشكالية. اليمين الذي يرفض أي حاجة، لا ده أوروبا يقول لك الأوروبا دي البيض، أوروبا دي مش عارف لإيه، أوروبا دي وكلام حضرتك طبعا بيؤكد اللي بيحصل، اللي بيحصل في الاستادات بره من هتافات عنصرية في أي ملعب هو دايما إما لثقافة مختلفة أو ديانة اللاعب مختلفة عن ديانة الجماهير اللي هو موجود فيها، أو بشرته أو لون بشرته أو ثقافته اللي هو جاي منها، كلها في أمور المفروض أنها طبعا هي ده اليمين، هو ده اليمين يعني. اللي هو رافض أي حد مختلف عنه بأي شيء. أنا بس أنا عايز أقول يعني إحنا ده هنناقش الموضوع ده إن شاء الله الأسبوع الجاي، بس أنا عايز أقول لإخواننا في أوروبا أو اليمين المتطرف ده اللي بتكلموا اللي أنتوا طول أوروبا، طب ده أنتوا في بلاد، أنت إنجلترا دلوقتي بقى لها أكتر من 30 سنة لا بتزيد ولا بتنقص. واللي عاملين التوازن على فكره في الموضوع ده مش الانجليز، اللي هم الانجليز اللي من اصول افريقيه وكلام اللي عاملين التوازن في القلم، انما انت عندك في المانيا، المانيا بتخس الشباب دلوقتي، يعني اذا ما بيتجوز واذا اتجوز ما بيخلفش، وبعدين اخترعوا حاجه جديده ان الرجاله تتجوز رجاله، وقال لك المثليين ومش عارف ايه والستات مش عارف تعمل، ففي ضرر على فكره. فانت اوروبا انت النهارده اوروبا 20 30 بتدور على ايدي عامله، وده اللي بيفسر لك ليه المانيا قبلت المهاجرين السوريين اللي راحوا عندها وخدت من سوريا ليه؟ عشان تعادل المهاجرين اللي هم الزياده التركيه اللي عندها، لان الجاليه التركيه في المانيا ضخمه جدا ومن زمان، ده من زمان ده من زمان. فانا اقصد اقول هم مش هيلاقوا اي عامله عندهم، هم مش هيلاقوا حد، ده كلهم ده نسبه الاعمار ايه؟ لان الشباب ما بيخلفش، ده في اوروبا كله. فانتوا عم بتعنطزين على ايه ومتعفرطين على ايه؟ مش فاهم. وفي كل يعني الاحوال لا يمكن انا اتخيل ان في بني ادم طبيعي او عاقل بيهاجم شخص على شيء من عمل ربنا سبحانه وتعالى، يعني لون اللاعب، بشرته، شكله، ان تبقى فيه هتافات فيها اساءة لشكل اللاعب او محاولة لإهانة هذا الشكل او ذاك او طبيعة اللاعب او القارة اللي هو جاي منه أو اي امور تتعلق بديانة او الامور المتعلقة هو ده اليمين، هو ده اليمين المتطرف، وده عشان خاطر نبقى عارفين برضو ده الموجة، وموجة عالية جدا في كل حتة في العالم كله. وعلى فكرة في اي انتخابات جاية هم عمالين، حتى في الانتخابات بتاعت الاتحاد الاوروبي اللي جاية ديت كلها برضو هم خايفين من اليمين المتطرف لانهم بيعملوا تكتل
دلوقتي. فدي اشكاليه موجوده، ده في تحدي في العالم. بس حضرتك عارف انه اصبح له مريدين اليمين المتشدد ده في العالم كله، في ناس واخده الاتجاه ده وشايفه ان ده اللي هيحميهم ويحمي مصالحهم، وان هم يحتموا بهذا اليمين او التيار دايما الاكثر تشددا في بلدهم. في ناس ماشيين للاتجاه ده في قرارات يعني كتيره. انت يعني انت دلوقتي حتى السترات الصفراء في فرنسا طلع منها بس السترات السوداء اللي هم يمين متطرف اللي هم رافضين المعارضين. طب مين اللي شايل فرنسا؟ ما هو اهالينا المغاربه والجزائريين هم اللي شايلين، لان هم اللي بيشتغلوا في كل الاشغال اللي الفرنسيين مش هيشتغلوا فيها. يعني انت واخد بالك كويس ان حضرتك كمان نوهت عن الموضوعات دي، لان في موضوعات كثيره جدا خاصه بعمليه الملاعب في كره القدم، وايضا الاحصائيات الخاصه بالحضور الجماهيري، وهنربط ده بالارباح والجداول الماليه الخاصه بعمليات الربح والخساره وشركات كره القدم في العالم. يعني امور كثيره جدا بنحاول ان حضراتكم تبقوا ملمين بيها، ونتكلم عن امكانيه تطبيقها او البدايه حتى. يعني الالف ميل بتبدا بخطوه، كيف نبدا الخطوه الاولى في تطبيقها في ملاعبنا وفي مجتمعنا المصري. في نهايه هذا الحوار بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. شكرا جزيلا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم الى نهايه هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمره من خلال الاهلي ليله وبعد الفاصل الزميل العزيز خالد العوضي، والمزيد من الفقرات عبر شاشه قناه الاهلي.